والله العظيم عيب عيب عيب. أقاوى قررت قرار لرجوع فيه. أقاوى باش ننتحر. يزني بيه البركة بالله يسمع الزبني بيها. أقاوى أنا كنقرر راني ما عادش نتراجع. الله يرحمني وينعمني. يا الدنيا يزي يزي بيه البركة. شو ولا هذا يا اخي؟ انا نفضلك. قال لك ليه قررت ما عادش نتراجع عن يزي بيه البركة. اكاو غريبة واحدة نجي خالص مع مولاي. أنا حتى أنا شريت الحبل لك للرحمة. لا تشوف تشوف كيفاش الراس يتحلو تو الجش لتالي. حتى هما راهو 7800 متر هذوما. وداعا يا دنيا. هكا هو يزني البركة بربي عليه ذاك العوج. هكا هو قررت. قال لك لا قررت قرار ولا ما عاد طريت فيه. يا سيدي تو نحطوا الخرت هذه. يا سيدي استنى تو نقول لك واش هي شكون علاها هذه فوق؟ وشنو تو حتى في الموت الواحد ما عندوش الظهر يا رسول الله. ديما فما التعطيلات. والله كان يعليوها في السمان ما نشعبت لها. هاي مش يعليوها غادية. ها تنقول لك اوي شكون سقطني بكرد؟ شنو هو تو؟ شنو معناها تو؟ شكون اللي مغاديك؟ اي خلينا عاد نموت وراي فيه ترى؟ شنو هو تو؟ شنو معناها انا عملت هكا اوي؟ ابا الضرب زي ما تالي يا ابو قلب. انا شنو يا سيدي؟ والله ما انت حرب القاعده اخي مطلوب. انا هات جبده هكا جيت لربي. اما اسمع اسمع روى قبل ما نتحرى راني مانيش ساكت روى. هي فرصه عاد خليني نتكلم المره هذه مانيش ساكت. المره هذه مش نتكلم باش نتكلم ونخرج المخبل في كبه. عمالة مانيش ساكت بالله. اش عندهم ما يعملوا لي؟ اش عندهم ما يعملوا لي؟ حبس وحبس ما زرناه. اما هذا باش ما زلت نسكت ابدا ابدا بربي لا متى استر غطي درق خبي. عين الشمس اكبر من الغربان. دي ما تسمى حرية ولا تسمى ديمقراطية ولا؟ ما انا مش ننتحر. وعندي انا اسمع وعندي انا راهو اللي ما ينتحرش. ها والله العظيم عندي انا اللي ما ينتحرش ما عندوش جرام جرام واحد من هذيك ايش يسميوها هذيك شكلي اكلي ما عادش منها برشا انا يا مات. انا الحاكم وقفت قدامه وقلت له لا بالفم المليان. انت حاكم وانا مواطن وقلت لك لا. قال لي استمر قلت له لا. قال لي شنو استمر قلت له لا. سيدي ما نحبش بالصيف. المحامي نتاعي قال لي خليني نتكلم انا. قلت له ما تكلمش عليا تيوك شبيني انا ما عنديش فم ما عنديش لسان. تحبوا مرتي تطلقني.
عليها تعمل دركم علاش بالله يوما الحاسلي قد هكا يرجعوا امها قد هكا والحاسلي مش هكا تولي هكاك وبرا والناس يصدقوا راهو علاش على خاطر هكا اي نعم انا مريض انا والله واقف على سقايب الزين مريض لحمي مخرب بالزرارق والله العظيم وكان مش على خاطركم لا نجيها ولا نطبها والله العظيم والله العظيم عيب انا مريض في حالة نتحرك بالسيف قام الحراب الجو الدواء قام الفاتورات حالة علينا ما نجمش حتى نقف على الزقية مريض في حالة توا هي راهو في الواقع هي توا بنت الناس خطيها راهو ها ثم كان ملايكتها حاضرة اما حبينا بعض لا حبينا بعضنا محبة محبة عربي ها اكلي اكل قليل اللي قلبه يرفعها كيف تلاقينا زمانتها الربيع ربع مرتين وفي دمي تنصبت زردة وعرس عرب قلت لها زكية زكية يا زكية او زكية يا زكية اسمك بشارة من تواريخ الزمنية او وشك عصفور ركز على كفي او وعويلاتك زويتينات ما دخلتش الطحاضودية ذكية صبية بيضة وطرية محبتها سبالة مية حبقة حمامة طالعة غناية ولا حبيت ذكية حبيتها في التربة في السماء في طمعشيق الرعد في هيجة البحر في الموجة اللي ماشية جاية وذكية زي مثل عذابي كان كل شيء مفرقنا كل شيء مشرقنا ومغربنا لمنا المكتوب ومحبة قوية بين حضان عقلت أهلي وبلادي وسلمت عمري للصدفة وفيق على صوت واحد قال لي يا ولدي نعم قال لي شنو؟ قلت شنو شنو؟ قال لي شنو طيحتها؟ شو الكلام؟ قلت شنو هذا طيحتها؟ قال لي شنو؟ صعب فيها يعيشك من فضل قلت ولا في عبارات قال لي شنو؟ شكلتها؟ قلت شكلتها؟ قال لي قفزت بها مال قلت لا يا اخوي انا مانيش قافز راهو قال لي انت ماكش قافز؟ قلت ايه مانيش قافز قال لي ما انا طافي قلت له مانيش كافي ومانيش كافي بين بين انا عاشق قلت والله عاشق انا عاشق يا وخياني ما تلوموش عليا زكية تملكت بيا كيف الجنية هي تغيب وانا نتغرب لا نعرف لا نشرق لا نغرب الدنيا تولي ظلام الدقائق تولي ايام تولي شهور تولي اعوام لا يجيني النوم ولا يحلالي طعام ونولي نتكلم باسمها نحلم باسمها نهتري باسمها نسبح باسمها وتولي المحبة ايمان ويتعبى صدري بمحبة زكية محبة زكية اكبر من صدري ونتكلم ونبوح يزي من الكتمان وخرجت للشوارع بصوت المليان خرجت للشوارع خرجت للشارع بالصوت المليان انا نحب زكية يا ولادي نحب زكية انا نحب زكية يا ولادي نحب زكية انا 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 هكا انا هكا شيخ نغني نحب زكية واحد متعدي قال لي ايش بيك واقف هكا يا ولدي ها شو قال لي فما مواطن بعقل واقف هكا في الشارع قلت له علاه فما قانون يمنع لي الواحد يقف هكا قال لي عيب اللي تعمل فيه مش باهي شوف الناس كيفاش يهضروا لك ها قلت له سامحني بربي عايش خويا انا راني نحب زكية ايه قال لي حب ولا تخذ اش نعمل لك انا قال ايه الكلام قال لي بربي فين اللجنة الثقافية قلت له عمل الدورة هذه هكاك ومرأة متعدية قلت لها سامحني عايش اختي سامحني دقيقة دقيقة بربي كما ترسمها لعه قلت لها انا راني نحب زكية قالت لي حبة وكبة وعقرب حية علاه الكلام قلت لها جوع وزيدي الكف علاه جوع وزيدي الكف علاه قلت لها شو عملت لك علاه شو عملت لك يا اختي العزيز علاه اللي يحب يموت هكا هكا يا رسول الله في بلادنا شايب كبير قاعد مشيت قلت له يا عمي يا عمي عرف هذا يا عمي قلت له انا راني نحب زكية قال لي يا حسرة يا حسرة على المحزة جمع عصر وليلة وقيس وعبلة قلت له يا عمي عنصر وعبلة وقيس وليلة والمكي وزكية قال لي
قال لي المكي وزكية شنية هذه ما قريناهاش. قال انا هكاك نحكي معه وواحد سدني من تاني قال لي يا ولدي اه تفضل. قال لي شبيك مع راسك؟ قلت له انا نستنفيه برا. قال لي ترى بطاقة تعريف تاعك ها. قال لي شبيك تهضر لي؟ قلت كانت بطاقة تعريف تاعك. قلت تفضل خويا حاضر. قال لي حاضر بطاقة تعريفي؟ تفضل خويا العزيز انا ما عملت شيء راه نستنفيه. قالت بطاقة تعريف تاعك؟ تفضل تفضل. ما تعيطش برك تفضل هاي بطاقة. حاضر بطاقة تعريفي؟ حاضر شو حاضر هاي جايتك بطاقة تعريف. قلت له هاي بطاقة تعريفي. هاي جايتك بطاقة تعريف. هاي حاضر هاي بطاقة تعريف. بو ذكية بو ذكية قال لها يا رد بالك من هالزنوس اعرف وين تحط ثقيك هاي تمشيش يتيح بيك واحد مطبق زاده. انا مطبق انا مطبق انا مانيش مطبق انا عاشق. فلها كي تفهمت انا الذكية خرجنا هربنا بعدنا على الزحمة نسينا باش نقولوا نسينا باش نشاوروا تهنا في المحبة. وذكية ما قالتش في دارهم وفاح الخبر في تونس وبداوا عاد العباد خلك هربت مع معشوقها هربت مع معشوقها ايه وبالأمارة شافوهم في سيسيليا في سيسيليا فرد مرة ايه هربوا بالعوم منعوهم سمع طحارة طليان قال لكم بالأمارة عرسوا في كنيسية عرسوا في كنيسية ايه المحبة هذه كيف وجه ربي في كل مكان. وصارت حكاية المكي والزكية على كل لسان الدنيا محروبة واحنا مهربناش مشينا نعديه في مدة بحذا واحد صاحبنا عنده فيرمة في مرناك والزكية ما قالتش لدارهم وبدأت عادة تواسة وبدأ الحس عنه وبداوا يلوموا على الوالدين قالوا عيب عليهم عيب عليهم الوالدين يغبنوا العشاق اه صحيح صحيح عيب عليهم مش معقول هذا يغبنوا المحبوبين. واحد مشى لسيدي حمد ابو زكيه قال له عيب عليكم عيب هالشيء اللي تعملوا فيه انتم عائله عريقه ما يوتكمش الشيء هذا. قال له ما جانيش انا ما جانيش هالمطبق. وقلت له لا هو جاني كما هو يجيني نتفق انا وياه كان لازم تحت حيط نعطيه وين جاو ينصرف يمشي على الريح. ورجعت انا وزكية فرحانين لهل موافقين دخلتني في دار عربي كبيرة وسط الدار يرتع فيه الخيل احص ارخام اثبيز على الدائر القاعة كذال شانتي محلول مازال يصلحوا فيها. ثبت فيها ابوها سيدي حمد مليح وقال لي انت هو سي شباب. قلت له انا هو. قال لي هذه عملة تعملها قال لي الحاجة ما تعرفوش كارها ما تحسوش عليها ما تقدروش. زكية قالت له بابا هذا راهو المكي يعدش بيه المكي شو المكي دار عمرها ستة قرون يفسدها البزقليف شو بدشنو يعيش. قال لي بزقليف هيخرج عليها مقدامي. زكية قالت له بابا هذا راهو المكي مش الشافعي البناي. قال لي هيخرج عليها مقدامي ما نستعرفش بيك فرامش يقول للشافعي جينا يهرب مقدامي شو الحالة هذه اخرج مقدامي. زكية قالت له بابا ما تغلطش هذا راهو المكي خطيبي والراجل تقلب ابوه صار هذا هو المكي اش بيك ما خطيش المكي ما سلمتش حتى عليه ما فرحتش حتى بيه وهذا قال لي اسمك المكي هكا. قلت له ايه هكا المكي وابوك؟ قلت له بابا هلال هلال هكا. قلت له ايه هكا هلال ومازال منهم اللي ثاني هذوما ملا انتوما من بني هلال. قلت له ليه احنا من بني عبد هيا. قال لي مالا يجي ادخلوا معي يجي يجي شوف شو عملوا لي هالحفتريش يجي شوف الدار كيفاش قلبوها يجي شوف المقاصر كيفاش عملوا فيهم يجي اتفرج يجي هكاك انا داخل معاه وخرجت مرته ولا جنينه وقفت اوه يا سي حمده اش بيك خليت الراجل واقف توا عاد يا شو اسمه ما عادش ايش يقولوا له شو يا شو اسمه ايش يقولوا له هيا. قالت لي امسح سويقاتك وزوز دخلت طولت الفطور كلها زع ترحل بالماكل والنجمين توصف قالت شوف يا وليدي الفطور اليوم على قده الفطور مش من وجهك تزربنا على غالب عينيا مغبلة في هاك الالوان وهاك الاصناف وهاك الدوزان وهي تقول لي الفطور على قده ساعة نسابي هذوما ياكلوا في العباد والله العظيم ياكلوا في البشر انا شفتهم بعيني هذي وهذي زاد ياكلوا في العباد انا حطولي عبد كامل مفريك قطايا على الطاولة شوفك الماكل اللي عندهم شوف يا وليدي ايا مد يدك عدو كله من شتمه شنو شتمه قالت لي هذاك ايش يقولوا له شنو ايش يقولوا له هاي قالت لي جرب كل من الشيخ فتارش
بربي سمعني سمعني، شكون هذا الشيخ فارس؟ قالت لي واه ماكلة تونسية بلدية. قلت لها البلدية ياكلوا الشيخ فارس؟ قلت لها وهذوما شنية؟ قالت لي هذوك مذنين مذنين القاضي. مذنين القاضي؟ وهذا مسنية؟ قالت لي هذوك مصابع الجية. اي ذوق شوية، عملت هكا مديت يدي كنيف الاسبوع الاول والثاني تعديت على يد كاملة. قلت له وهذا شنية؟ قالت لي اوه هذيك عين السبانيورية. اوه يا وليدي يا اخي عمرك ما كليت عين السبانيورية؟ قلت له انا عمري في حياتي ما كليت السبانيورية صح. قالت لي ملا، قالت لي ملا كل من هذا. قلت لها شنو هذه؟ قالت لي هذيك امك حوريه. امي حوريه؟ حوريه هذه؟ قلت لها بربي هذه اللي معموله هكا من هنا شنو هي؟ قالت لي هذوك معاصم. معاصم؟ وهذه؟ قالت لي هذوك مركايب العزوزه. قلت لها حتى العزوزه قضيت لها على ركايبها. ملا باش مش تمشي مسكينه وباش نحليه وفي الاخر الرصاص لي نقرمش في ودنين القاضي. وبعد قالت لي شوف يا وليدي جيتك عزيزه المره الجايه نوعدك نعملوا لك فايم بوليس مكتف. قلت لها هذه راهي مساله بالحبس الساعه. وعملوا هكا ترسكوا بالضحك. من وقت نسيبتي ولات هكا هكا بيا، وين نحطك يطبق الورد، نقول راي هكاك برا يطلع سواد، نقول نكته خايبه باسطه لاسطه تطلع هي روح الفدلكه، نهار كامل تحكي بيا لاحبابها، لسانها طول النهار يمجد، تقول لهم الراجل نابغه. في اول تونسي ما تخاطف في علم هذاك اش يقولوا له. تونس بكلها عندها منهم ثلاثه، منهم زوز قعدوا في الخارج. اقرا في تونس حتى كمل قريت تونس الكل. اقرا في فرنسا حتى كمل قريت فرنسا الكل. ياوك عاد بعثوا لامريكا اقرا 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 اقرا. قالوا له يزي فيه البركه ما عادش يحبوا يوريوه العلو. ياوك عاد مسكين رجع محسن مزمن ما لقاش بلاصتو. ما لقاش خدمته، فين تحبهم يخدموه؟ قداش تحبهم يخلصوه؟ عطاوه بلاصة بحذا الوزير وقال لي. عطاوه بلاصة تاعت الوزير وقال لي. عطاوه بلاصة الوزير، الوزير قال لي. قال سيدي حمدة ستان غارسون تريز انتيليجون، اما يظهر لي فيه في اللبسه ما عنده ذوق. بعد اللي لابس زوز فراد يمين في ساقيه. اللي لابس زوز فراد يمين عامل تك الذكيه وقتها وهدات لي سوريه. ما احلاها السوريه وما احلاها الهديه، ونعمل لك وننعز عليها بقصيده شعريه. قلت لها يا عصفوره الصيف هزيني لبعيد حطيني في قموجه مهبوله، محبتك عاش صاحب ورفيق في زمان ماتت فيه الرفاقه، يتسند على كتفي نواسيه، وقتليني وسجيني بالماء والعطر شية، عريني في وسط الشارع، دوسي القواعة دوسي الموانع وكلام الناس والعرف الجاري وما تتلفتيش لتالي، اليوم المرأة العربية ما تتلفتش لتالي، حل فيني على الكتاب، حنثيني في يميني، قالت لي سيكوا حنثيني. قلت لها ستادير اجرحيني بذابك داويني تبسمي خلي السماء تمطر ضربية ياسمين ورشة سكر، غطيني غطيني يا زكية شاهي غمزة دفيني دفيني يا زكية دفيني. هاي قالت لي فيق على روحك فيق ها شو ما قلت لها هاي فيق؟ قالت لي ما تحلمش برشا. شو قالت لي؟ بابا باش تمشي تجيب بوك وامك ها بي ويما علاه؟ قالت لي شو علاه؟ ما باش نعمل خطوبة. خطوبة؟ قلت لها لازم منها خطوبة. قالت له يا اخي تخيل روحك السويد. قلت لها عاد شبيه شنو السويد؟ من فضلك يا عايش ما تهددناش بالسويد يا عايش، وانت كل مرة من فضلك يا عايش. قالت لي السويد شبيه السويد خير منا؟ يعني خير من 10000 سويد غير ساكتين وبرا. بون مش 10000 2000 خاطر نزيد شوية. خير من 70 باهي السياد خير منا تحب هكا. قالت لي بون بون داكور مالا تمشي تجيب بوك. بي ها بي هلال في تونس
بي الساعة قلت له بي الساعة بي بي عنده عين حوتة في رجل ويدوخ في اللواج وتجيه الفتى في الكار وتحير عليه الروماتيزم في الترينو وظهر لي الايامات ما عنده صرف 10,000 وبديت نهزه وننفض قاعد يبوع بوع دارك ما تجيب امك يما يما الصهارة في تونس يما كان تخرج من الدار بي قلت له رجليها الساعة شو قاعد يبوع ما انا ما يجيوش هما نمشيو احنا ها اهل العروسة يمشيوا يخطبوا الراجل من اهله قد ايش بيه صارت وتصير شدت لي اما يجي هما ولا نمشي واحد قلت لها نجي هما ولا تمشيوا انتوما وقعد راينا وداير بطلت مدام ولا فيها خطومة بطل هاي يا عايش بطلت لا ما تفكر ما تكلميش عايش طيب انت سيد ما تكلمش قلت شنو ما تكلميش عايش هاي قالت لي خطوبة ورا يقبل وعمل شكا غلبتني محبة ذكية اسوقت للبلاد روحت للعرش متاعنا دوب ما وصلت اللواج غادي هي وصلت اللواج وكل العرش متاعنا كله فزع ما كذا هل ما كذا هل هل ما كذا هل ما كذا هل هل ما هل ما هل وكا يوم الزغر لا 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 ما كذا هل 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 ما كذا هل ما بس شوي عايش شوي 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 هل 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 شوي هل 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 شوي 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 بقى لا هم شو لازم العياة هيك بشوي بمخد خلالك هاي شو هذا المكان ده شوي لازم شو هذا بدي نعمل يديك قد يا يما يما عايش ما تعيديش يما قدك قولي دك باهي باهي قد ما لم تبع بشوي خلاص من العياة خلي بحذيك قلت لها يما الساعة اسمع عندي جماعة جايين ضياف من تونس قدي وامش قدي واش يا وليدي مسهولين قلت لها لا المرة دي مغلي مش مسهولي قلت لها الساعة بي وينو قدي ها شوي وهبطت ها وينو هكذا انا رجعت قدي يا وليدي شوي عايش مشيت وبي وقف تحت الخروب وما تلفت غادي ما تغشش عليا وصارت لي قلت لي يا بي ما حبش يتلفت يا ابي احقرني يا ابتاه ما حبش يجاوبني وزعت باي ها ها باي واش بيك تعيط وبايت وبيك واش بيك تعيط واش واش اللي عيط واش بيك واش بيك تعيط ها الفيتنا لا بريا لا مازا ومن هولي بير نحن يا بيدي ميمشك ما هو ديما يشك فك الوديان ولا ديما يمشك دارنا هكا 300 متر يعملوا مكان اه الباب واش بيك بعيد قلت لي يا باي واش بيك وبايت وبيك نعمل لك ونلعج عليه ب50 دينار خلي فلوسك عندك والله ما يكتبوا لي نعمل لك ونزيد نسخته ب50 دينار اخرى قلت لك خلي فلوسك عندك تحب تشترينا بفلوسك جينا نستعطوا فيك ولا نتاسوا فيك نعمل لك ونهبط عليه ب150 دينار مع بعض نعلى الله على الشيطان اللي عصى ربي وكذا وعمل لك وتحملني وتحملني وعيني اترزقت بالدموع وقال لي قلت لي ما احنا ريحتك ابي وقعدنا كيكة وبعد قلت لي ابي قال لي اسكت قال لي ساكت قالوا لي نطير وحشه قلت له طير في عقلك طير وقعدنا كيك 4 ساعة حتى يدي نبلت بعد قلت له بي واش بيك قلت له بي كان بدل بوزيشن ماشي قلت له كان بدل الحركة ها هيا باهي وزاد عمل لك وزاد له وثاني وقعدنا كيك جمعة بعد قلت لي تلقيت يدي وقلت لي ابي ابي حبيت ندخل في الموضوع هكا ثم دجاجات متعدين قلت لي ابي مش وقيل دجاج راهم شوي هكا جاي من تونس مسخبك حتى الدجاج يا ابني قلت لي لا ما انا ابي راهو في الحقيقه الربانيه راهو ابي راني ماذا بيا نلم رجلي هي لم رجليك يا اخي ناشد واش خيفي انت بلغت
يا باي وش بيك راهو 30 سنة راهو واش 30 سنة وما تقوليش يا باي ما على خاطر ما جاتش الفرصة يعطيك والله فرصة تسكك ما بين النواظر ماني قلت لك من ذاك العام خذ تركيا بنت المولدي بنت اصل ومصر قلت لي لا باي تركيا واش بها تركيا ها مش كنت تموت عليها والروح والعقل فيها قلت لي لا تركيا ما تلعبنيش واش قلت لي ما انت تركيا ما تهلمنيش خذ اختها هاوني هجاله جديده بنت السنة خذت واحد سعودي طلع قلي هباي سعودي وفي هباي سعودي قليل هاي سعودي قليل راه مثبت هباي راه سعودي سعودي وقليل هاي سعودي خليك لبعض يجري واشلي سعودي قليل او من هنا من برج المسعودي كان هو متاعنا هباي وفي لا هباي قلت لي لا هباي هذه مشي من عرشنا جمله واش قاورية لا لا باي هكا ولا هكا لا باي وش الكلام كبيرة في السن لا لا باي راح جاي يدور منا راح جاي إذا نقول لي كيجا من هنا دورك تدور من هنا بني الكلب راح أبصر وش عملت من عملة بني الكلب ها أبصر وش عملت قلت لي وش الكلام أسمع ونبه عليك ها ما تقول لي شو اخطب لي راني مش راضي عليك قلت لي لا باي راك مش كنت مش تخطب ليا راهم اهل العروسة جاي من تونس يخطبوا فيك يخطبوا فيا لا لا جايين يخطبوا فيا لا يخطبوا فيك انت هيت فهمتنيش باي جايين من تونس يخطبوا فيك يخطبوا فيا لا 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 باي معناتها هما جايين بالكهرباء نتاعهم اليوم العشية يخطبوا فيك يخطبوا فيا لا وقعدنا كيكة تقريبا هري من بعد باي كي ما فهمش عيط اليمة ويا الصهارة ما فهمتكش وليد يا سهارة يا سهارة الراح جاي الراح يسمعي ولدك يا سهارة وخرجت يما ما غادي كينا واشي واش ثم واش بيك واشي واش ثم واش بيك هم قال ليك ثم اسمع جاي من تونس يخطبوا فيك يا خطبوا فيا انا لا لا يخطبوا فيا انا يا خطبوا فيك انت لا لا يخطبوا فيك يا خطبوا فيا انا قاعد يتم تم العيط لاختك يا نجمة وعيط لخالتي نجمة ويا نجمة الراح جاي هاي المصدقة ما حبت تفهم الراح جاي ويا نجمة خرجت خالتي نجمة ما غادي واشي واش ثم واش بيكم واشي واش ثم واش بيكم هاو قال لك ثم اسمع متون زين يخطبوا فيك يا خطبة فيا انا لا لا يخطبوا فيك يا خطبة فيك انت لا لا يخطبوا فيك يا خطبة فيا انا لا لا يخطبوا فيك يا خطبة فيك انت لا لا يخطبوا فيك يا خطبة فيا انا لا لا يخطبوا فيك يا خطبة فيك انت لا يخطبوا فيك يا خطبة فيا انا وليت خذيت كرسي وقعدت نتفرج فيه بعد يما كيف اللي فاقت شوي قالت اه حليلي يا حليلي الطفل مشى لتونس وجاب له بي ومراه اخوياني 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 يا ابني كلب ورجع بي ما غادي هكا ابني كلب اه يا ابني كلب تقعد تقعد وتهبط على راسي مصيبه اه تقعد تقعد قعدت قعدت وجبت لها مشكله مع امك قلت يا بي مش بكرك ما فهمتنيش واش ما فهمتكش تتكلم بالالمان قلت لك بي ما فهمتنيش راهم اهل العروسه جايين من تونس يخطبوا فيا هنا منك انت على شكون تبجل وعلى شكون تعدي فيها طيب في عوضنا احنا اهل العروس نمشي نخطبوا هما باش يجوني من غادي كينا اهل العروسه وباش يقولوا لي جيناكم خاطبين راغبين في الكلبه بالكلب ولدك يا باي راك انت باش تقول لهم كيفاش هما في محلي وانا نقول لهم هي باي انت باش تقول كي هكا تو معناتها باش نحطهم في محلي ونبعدنا غادي كينا ونمشي ليهم ونقول لهم ها يا سيدي جيتكم خاطب راغب تحب تضحك علينا المواطنين اسمع واللاتي والعزبة واللاتي والعزبة واللاتي قلت لنا والمعدة والمعدة تتبولد هاي فو كومن فو علي كومن هنا فو علي كومن هنا من قدامي قلت يا باي باي نراني نحبها برا اللي بيعطيك حبه وعمل لك وسيب علي الكلب علاش يا باي الكلب الكلب تستنى فيها هاي 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 هاي
ابي ابي فضلها قعدت تحت الخروبة 3 أيام ما يتكلمش. مذاكر ابي ويما وش عذبتهم وش جابوا في زرتي ما فرحتهمش مرة. اهلي اللي تعبوا علي ابي اللي شبع فيا بالمصبط على خاطر العصا عطت لي من الجنة ما فرحتوش مرة. اهلي اللي قروني ابي حبني نقرا ونولي طبيب طلعت حاجة اخرى. حبني نسكن معاه في البلاد هربت عليه تونس. حبني ناخذ من اصلنا وفصلنا جبت ليه الذكية وراهو نبه علي نبه علي قال لي برانية قال لي راهي برانية. قلت له ابي الذكية مشي برانية مشي برانية ابي تونسية ابي خمسنا بكل تونس ابي مالك كيفاش تونس وعدك وعدك مالك بكل تونس ابي. قال لي ابني كلب ما توكرش ما تعمرش ما تثمرش ما تصبرش على همك. وحكى لي وصار طير البرني مع البومة. انسابي مشيت له قلت له مسمع كتبان الزاق في البلدية يجيب شوية الاحباب اصحاب شوية حلو ناس تهني مهر بو دينار يخلف على بورقيبة. وطعم لك انسيبتي تشعل فيا يزيني عايش كمان ماذا مات مخوير شنو هو؟ يزيني عايش قالت لي من الخر تر حبنا نعملوا كيف بنت لاوسية سكينة كيف عرفت بك المكبوب نتاعها قعدت الناس اخزرني نخزر لك كاين احتفال ثقافي خر تر. اسمع قالت لي اسمع انا نحب بنتي خرجها من حمامها نحنتها لصباحها لصبوحها نحب عرس تقعد توتشينيستها تربيه. قلت لها اولا وبالذات انا ما نحبش التبذير ثانيا ما عنديش فلوس عاشرا هاني فركت في خدمة. قالت لي واه واحنا طلبنا حاجة من اش يقولوا له بحية راس اش اسمه شي اش يقولوا له شي. قالت لي مدام عين الشيخ جات في الشحمة وعبتت عليك من السماء الرحمة ارسل سويقاتك وزوز. قلت لها تو فهمت الخر ترشني يسا تو بركة فهمت الخر ترها والخر ترليح وليه وانا مانيش فاهمه. وصل الخبر وصل الخبر لعمي السي الفرجاني خلا بي خاطره قال كيفاش المكي ود خويا الناس بسيدي حمدة ولا فاضي بوه ما في على الباليش. عمي هذا ساكن في تونس عنده 25 سنة ومقاطع العرش من اللي نبع عليه المولى مسمينه الفرجاني فاضي بوه على خاطر كيف جاته الدنيا هو عقوبة ربي حبي يفوح ديته بكلمات فرنسية ساكن عنده كلمة فادي فوق دي مغروم بها يحشيها وين يجي ما يموش. قالت وانا كل شيء بخلي دماغي وفهمت اما كلمة فادي فوق دي والدها وانت ركب لي يا اول الجملة في اخر الجملة في الوسط يقالوا له فادي فوق بالله هك يلا عمل واحد بالذمة يخلص فيه على كلمة فادي فوق بارك عمل له شهرية قارة عاد وقت هي تجيك هي تجيب قاطة وسيخينا يهمزوا عاد يقول تعمل يقول سيتا فوندو سادي فوندو سادي بكاس سادي كاس كيفاش سادي فو سادي فو. قال اسمع المكي ولد خويا باش يناسب العيال وقاص دار كبيرة وحق اللي يشفع في الامه اللي ما سادي فو نقول له فيه ونعمل فرح اللي المغرب العربي سادي فو كله بعدين غبيه. عمل لك صباح 3000 جواب استدعاءات فرقوا مع الكليانتيه نتاعو قبل وشويه على الاحباب والاصحاب بعث الخويا اللي في مرسيليا جاء واللي في ليبيا روح واللي في العسكر هذاك تو مريناش وعمل وفزع العرش نتاعنا قبل بشر سكنه بالثانيه نتاعو وقال يا سيدي صادي فوا نعملوها سهريه في سهرتين يا عمي قال اسمع نعملوا عرس عربي عندي في الثانيه وعرس صادي فوا سوري في المعمل نتاعي نتاع الجازوز نتاع الشرقيه. يا عمي قلنا له الناس اللي قلنا لهم في الهيلتون والاستدعاءات واش من الهيلتون هاي سكر صادي فوا عليه فمه خلي المعمل تاعي ولا نقعد المعمل تاعي اكبر من صادي فوا الهيلتون 3 مرات لا تعطيناك التليفون هناك. عمي هذا ياخذ شهور وكلها بالتليفون عنده 6 تليفونات منهم اخر موديل جابته مرته من تايوان قالوا اش بيها صادي فوا هذا بلاش خيط اخي يخدم شبيها الربايه هذه معمل قالوا له الو الو او يخدم بجيب احنا غدوة الليل غدوة الليل لا 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 غدوة الليل لا لا مش في صادي فوا الهيلتون في الشرقية في المعمل نتاعي هاي هي معروف معروف لادريس ما سماش صادي فوا لادريس ماذا لادريس اي لا لا تبع الهيلتون طب وانتوش الموسيقى ذاك رانا نحل
وعمل لك مد الليسته في يد خويا ابو جمعه باش يدور عليهم واحد واحد. خويا ابو جمعه كان يخدم في مرسيليا مع جماعه ديريه، روح يتكلم بالديري مفكر. خلا الليسته من يدهم تاع الاستدعاءات وبدا ماسكيك وخذا التليفون ماسكيك صاحبي راك عارف اللي صارت لواحد الفضه فراف اللي زنبيطه صوبيان. ماسكيك ابن عمي ماسكيك راك عارف اللي صارت لواحد الفضه فراف اللي زنبيطه صوبيان ديالنا. عاود يقول لك العرس راح نديروه في ليله النوع سي بوبري راح يديروه في الوزينه ديالو. لادريس لادريس ما كانش ادريس ورمتي روحك بالحس راك عارف اش تدري مش لوروب هنا واش يا عم مسيك مدام مسيك مدام راكي عارف اللي صارت لواحد الفوضى فراف اللي زنبي تنسيو ديالنا. ها العرس يقول لك راح نديرو بشرقيه ناصي فابري راح نديرو في الوزينه ديالو. ها نعم نعم معليش يا مدام راكي عارف. الو مسيك صاحبي راك عارف اللي صارت الفوضى فراف اللي زنبي تنسيو. الو لوروب مسيك صاحبي راك عارف. الو مسيك صاحبي راك عارف اسيدي. الو مسيك صاحبي راك عارف. الو مسيك على بلاص مسيك صاحبي راك عارف اللي صارت لواحد الفوضى فراف. الو مسيك صاحبي مسيك سيدي مسيك صاحبي مسيك راك عارف سيدي اللي صارت لواحد الفوضى هذا خطا من لك عبد مسيك صاحبي راك عارف اللي صارت لواحد الفوضى خلي تبقى تاتيو ديالنا ما عارف يقول لك ها راه يقول لك لازم لا درس ما كانش درس ما كانش ورا تي روحك بالحترك على تصبر وفيق ونفيق على صغاريت ونفيق على صغاريت وصوت عمي قال اشكون اشكون طالع اشكون باش يوصل سادي فوق العروس للحمام. قلت له انا عمي فكر عليه سادي فوق فمك باش انت عروس توصل في روحك ويزم العرس وعمل لك وتكسل عليا كالطياب في الحمام وك الطياب نتاعنا عاد وترفوا بواحد عويق الكيفي يا وخياني دورك بشوية يخلط فيه بشوية ليه بشوية لا في دورك عمو لا عمو بشوية بشوية ايه عبد 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 بشوية زيبك عبد 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 بشوية ودي عليك ودي بشوية كفريك دي رحمة دي عيقال لي عيقال لي مزالة البركة قلت يزدي فيه البركة مالي يا عيش خوي بجيها ربي بجيها ربي اختاني عيش يزدي فيه البركة وخرجت من غادي وخرجت من الحمام وخرجت من الحمام يا عبد ربي يمشي معوز عروس انت الدخله نتاعو يمشي هك عروس انت عويزه خايبه عروس يمشي هكا يا رسول الله حدك اجيت تمشي هكا ما نمشي هكا عروس بك الحاله ذيك وعمل لك وشتني عاد وشتني الحجام شتني الحجام قال لي اسمع اسمع يا ودي تعرف الزهر شنو دواها؟ قلت له عايشك حجم واسكت انت يا قال لي هذه مثلا ما تلعبش بيها يا ودي الزهر اللي تدخل ما تلعبش بيها راه الزهر اللي تدخل اساس يا ودي عايشك قلت له حجم واسكت انت اسمع قال لي كان تشوف واحد يكتلك قلت والله تقوم تكتل عليك انا هكاك ودخل خويا العجمي وجهه اصفر وعروقاته شرتله قلت له شويك شويك قال لي ريك شنو اللي ريك قال لي مشينا باش ننزل بيت النوم من عند النجار هاي قال لي القناع عمل بيت ثانى ها بيت ثانى وانا نمشي نغرى على مرتي شو بيت ثانى وخرجت من عند الحزام برغوة الصابون على وجهي اشتر لحم حجمه واشتر لا طول مشيت 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 للنجار قلت يا اخوي يا اخوي عليك صلاتك وين بيت النوم قال لي يلا على شو نغرى قال لي سبحان من لا يسى ولا ينسى وين بيت النوم يا عايز قال لي شوف شوف قال لي مشيت باش نصلي قال لي دخلت الميدة قال لي نحيت طبيبك حطيته على جنب هي اتوفيت قلت له انت مش نقعد نتبع فيك توفيت هو واحد يا عايز قال لي سبحان من لا يسى ولا ينسى يا ودي عايزك زمن قال لي انا كيكه ودخل لي مام عمل الخطبه طولها شوية قلت له يا ولدي شو يمنى لابن إمام طولها ولا ما طولهاش يا عايز ايش عملت لي في بيت النوم قال لي الصانع متاعي في غيابي اعطاه بيت النوم تاعك الحريف اخر عرس البارح حريف عرس في بيت النوم تاعي وانا كيفاش نعمل مع مرتي كيفاش نعمل يا بيك قال لي شوف ما بطولش بالك هاتون اعطيك بيت فطور ها
باش ندخل على مرتي في بيت فطور؟ ها؟ هي تبدا قاعده مقادي ولا نبدا قاعد منها نخضر البال؟ ها؟ هكا هي مقادي يا ولدي عادي بفرش افهم. لعب فرش افهم. شو لعب هذا شنو بيبيل؟ قال لي بيت تو نزيدك كوافوز. ها؟ نشوف تربي راس الشهر نعملك زوز كوميدي نوات. راس الشهر. قال لي هكا عملت لكم قلت لك. جا اخويا ابو جمعه مغادي قال لي ايه رانا مازلنا بعاد على العرب. انا صرت ترين واحد العرب. قلت اخويا تفضل تفضل ما قال قال سبحان ما يعطيه اخويا ابو جمعه رقد. فرنسي ودبر روسك. وخرجت من غادي كطول مشيت نجري مشيت نجري للتارزي. خياط وزعما زعما صاحبي هذا يا رب. وعمل عليه برشا مزيان. وكرينا مع بعض من اللي صار. انا دخلت القهوه يقفك. قال لي اش فيك تمشي هكا يا لك؟ قلت له غالب راهو الطيب نزل عليه في التليم الثاني. هيا اسمع كان تشوف شويه بوفاس. قلت شمنا تو في البوفاس يعيش كراني مزروب. قال لي لا كان تمشي معايا الليله القربس. تو انا اقول لك الليله مش العرس انت تقول الليله تمشي القربس. ها؟ مش عملت لي بالكسوه يا عيش. قال لي الكسوه نتاعك كانت لازم تكون حاضره مش حاضره. شو حاضر ومش حاضر؟ قلت له فما حاجه في الدنيا هذه يا ربي يا رسول الله لازم تكون حاضره ومش حاضره في نفس الوقت. قال لي لا الفيستا حاضره. الفيستا حاضره؟ اي قال لي الفيستا حاضره. قال لي لا حكايه فارغه ضرب حديد وشويه مقص وشويه فلس. هذه حاضره ها؟ هذه حاضره. قال لي البطان تو جيبك من صفاقس. صفاقس؟ قال لي باهي عندي واحد ياخذ صاحبي سوسه. يا ودي العرس الليله ايش بك ما تفهمش؟ يا ولد باهي اش علينا تو في البيستا اش عملت لي في السرواز؟ قال لي السرواز شوس قاش شوس قاش شو يقعد وانا تنفق عليا كان قحاش شوس قال لي السروال يلزمك تزيد القماش تزيد القماش علاش ما خديش من الاول يا خويا؟ علاش تو اللي نتصلى له؟ قال لي اش تعمل بيه انت السروال ماك بطبيعه كيس نحي في بيت النوم مش هكاك وكي ندخل الصالة نعمل فوتة ها ها وكل الناس يخذلوا لي جروبلون ها عليك عملت لك دي قلت لي قلت لي انت قلت لي نهار 30 ولا لا انا قلت لك لديس فهي قلت له ما يخرجوني خرجوني باش يتقسم زعب خل عمي قال اسمع هاي ما نحبش تزوج مولي الصادي فون تاع ولد عمي ولد خويا قال ايه هكا قال اسمع هاي خذك الكسوه نتاعي راهي قماشها باهي من الخارج قلت له يا عمي الكسوه نتاعك كبير عليا شوي واش كبير على صدي بو عليك؟ مش كبير عليك غد غد مش تلبس على ساعه غد صدي بو مش تاخذها. قلت لهم حسيت براسي دور بالحق والوجيعه زادت عليا خرجت من غادي خرجت قلت لهم ما عادش نجيب جيز من العرس هذا عندي هذا يوم زفافي خرجت من غادي خرجت من بعد المغادي ساعه دوب ما دخلت نلقى مرت عمي نلقى مرت عمي وعليا وعليا وعليها شبيك يا مرت عمي وعليها وعليها وهي لك ترى شبيك يا مرت عمي عمي طول نقز على التليفون الو الو اللي رجال سبع طولين صادي فون بيلونس انا برا راي في حاله يا مرت عمي قلت لها شو ما قول لنا هات وعليها وعليها يا مرت عمي فما حاجه مخترة وهي مخترة قرب ما ياسر قرب ما ياسر يا عمي قالت لك فما حاجه مخترة قرب ما ياسر الو الو اللي رجال سبع طولين صادي فون زوز بيلونس عمي تقول لنا شو بالضبط خاطر يعجبك الرايق البارد شنو الرايق البارد خاطر يعجبك البقلاوه ها بقلاوه شنو هي بقلاوه خاطر محشيه بالخبز وبنتوها يابس يحبوا يخليونا فضيحه دوفون دار العروسه يا عمي قالت لك البقلاوه محشيه بالخبز وبنتوها يابس يحبوا يخليونا فضيحه دوفون دار العروسه الو رجالت راهي البقلاوه اي بنتوها يابس ومحشيه بالخبز يحبوا يخلونا صادي بوا فضيحه دريار دار العروسه يا عمي قالت لك دوفو دوفو ولا دريان خدي فوق توري فيا كلها كيف كيف هاي ضم فمك قلت لهم عليك 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 قلت انا منزوني مرتاح حزوني مرتاح شو عملت لكم انا جيت هكا والمطب عازي دخل دخل المطب عازي في يده 3000 جواب فاتورة قلت شنو هذا عايش خويا ترى شنو هذا خلصوني عايش ما يخلصوني شو لا لا خلصوني عايش ولا ما خلصوني شو هذا شو الحال؟ لا لا ولا ما تخلصوني وراك يا ولدي يا كحت يا ولدي يا بتاع بتاع يا ولدي الناس لا لا خلصوني عايش كل واحد ولا ما تخلصوني شو شو الأمة الدرجة
شو هذا؟ هم استدعاءات هذوما. اي قرعاها جاني واحد الديري قال انا خو العروس هاي خلصوني عايش. ودي اركع صاعيش اجني اركع صاعيش اركع اركع استدعاءات يا ودي الاستدعاءات فركوا عندهم شرطه ودي جايبهم توا. علاش عملت لكم؟ والله لاني معرس والله بطل قلت له بطل مانيش معرس. سالوني بطل مانيش معرس والله لا عرس مكروب انا مانيش معرس. ايش هي المشكلة؟ ما نعرفش بحد هكاكا ويما سيطل غادي هاول ايدي هاول شدي بلاك شدي بلاك. اه يا اخي راك راك مستمر كل صديمك سك في بروحك. هاي خويا ما غادي قال ايه سي طو مرياش سك في فمك انت سك ما تحبش تفهم ونعمل لك ونخطف المقرونة نتاع عمي. اه سنتوما هكا والله لما ترسق عليكم فردا فردا. اه تحركوا ترى تحركوا هكا تحبوني العرس نسيب ما نحبش العرس ما نحبش العرس كرهته العرس ما نحبش. مرت عمي مغادي خط المقرونة مي باسترجي مي باسترجي عمي تقول لي هات عليك هنا تلعب بالسلاح الابيض. ما انا لعبة باي نحن اعطينا كلمة لس يفضلكوا نحن اعطينا كلمة رجال تاخذها تصدي فوق تاخذها والله باش تاخذها تصدي فوق. هيا ما لا لعبة ذاي كون جبت معمر انا ما تعرفش عليك بني كد لانك بطل طواف وترسقط في يد. هاي معمر تقول لي لا يا صادي فوني بها فرجي شوية لا صادي فوني قدحت انا ولد خوي امشي قدامي يا عمي امشي قدامي يا عمي علاش امشي يا ابني كد يا عمي مش فيه مش لازم تدزني يا عمي باي يا عمي انا مش ادخل عمل لك ودخلني وسكر علي في بيت عروس سجين وهار تعرفه ادور في وسطك البيت يا رسول الله اقلع حوتك هكا يا غيرني هكا اش عملت وانا من شيء شيء قلت لهم ما نحب شيء قلت لهم كان تحبوني كان تعزوني زيدوني محبة شيء نشوف ذكية ذاك هو ما حدش بشيء انا نحب الراس ذكية كهو ما حدش بشيء كهو. طليت على واحد قلت له عايش خويا لازم تجيب يشرب ماء قال لي عمك قال لي ما عمي قال لي نموت من العطش نهار الدفافي ماني شيء شيء زكية يا زكية اسمك بشارة من توارخ الزمنية اوجك عصفور اركز على كفي وحويناتك زويدينات ما دخل بس الطعاض وذية زكية صبية بيضة وطرية محبة السبالة المية حبطة حمامة طالعة غناية وانا حبيت ذكية حبيت ذكية حبيت ذكية. قبل عشية دخلوا لي العراسة نزعوني لبسوني كسروا على راسي دبو زقوارس ب 1840 وغرزوني من البيت بالزغاريت وانا بحالة يرسلها يديني ما حلالي فرحه ضرب العود وارث ناداه ومجهود وكفالي حتى يمكنني العروس راهو ما يركب كان بيصادي فوق رهبتي يا جعفر يا جعفر وعيت للشيفور نتاعو يا جعفر برا خرج صادي فوق المرصادات هيا هو زاد زينه بقرابت حط فوق منها كل هاك العروسه اللي تدور بالضو راي امه راي عروسه تدور بالضو هاك انا جيت طالع انا جيت طالع ما نجمش نطلع معهم جيت كيفاش تو قلت لهم يطلعوني ولا كيفاش تو انا هاك ساعه كيف خرجت ذكيه من عند الحجامه والله ما عقلتها والله العظيم اللي عرفت زرت انا هيك قلت لها بربي تسامحني عايش اختي نزلت فم عروس اخرى لداخل قالت لي لا لا ليه شوني هنا عروس وين هنا زكية قلت لها ها انتي شو هذا زكية شو هيك زكية شو النظري ولا فيه شو المكياج اللي هيك يا زكية
فكيه فكيه شو هكا المكياج ذكي شي المشتر انا ذكي شو هكا المنظر اللي فيه ذكي كان دي كونتراكتي ولا هكا شو المنظر وك الروبة يا ذكي يا شي الروبة خدوش كيف كيف كاس على الروبة جاي محديد ولا روبة مصاحة الروبة متاع ذكي مصاحة ذكي بشوية كرم شوية شو انت عدي ذكي بشوية شوية ربك المادة ربك المادة هو هكا الروبة مصاحة كاين متاع سيرك وانا ندور بك الروبة ويا ذكي هاي يا ذكي هاي وذكي غاصة بنوت يا ذكي هاي يا ذكي هاي يا ذكي هاي دقيقة ذكية يا ذكية ذكية شنو يا ذكية ما كنتش مريض نخرج يا ذكية الدنيا كلها ظلام يا ذكية هاي ذكية ما عرفتهاش عم اتاكد ذكية حلفت قالت والله ما نركب كان في كرهبة ولد خالي ها علاه ها انا الكرهبة زايد قالت ليه حب نركب في كرهبة ولد خالي تسليني قلت لها عندك الحق هاي قالت لي اطلع معنا ويش نطلع معاكم كرهبة قصيرة هكا اسبوع وات يا لوتا قلت لي اطلع ويمشي يطلع يا بنتي ويمشي حتى في ورا السكن عبي فك الروبة قلت لي فك الروبة كشتر الروبة قررتها فوق بورد مقاش قلت لي بقى اخلك ما نبيه قلت لنا وشيت ذكية وشيت ذكية ونكرهب انا تين شو اللي ضربت لي كرهبة الارض عرسي صح بيك هاي هاي تعب شو يا ولاد يا ولاد انا العروس ما تخليونيش يا عبيد يا ولاد انا العروس يا رصاصي ماشي في الكار عروس النار دخلت وماشي في الكار ماشي للشرقية عبطوني ببن عروس صارت عرسي خديطة فلاش انكار ماشي من تنكارك ساعة دوب دوب ما وصلت دوب ما وصلت انا ذكي دوب ما وصلت لقاوم تاع السنون الزالي قد في الميكرويت عملوا ساعة ساعة الكرهبة عملوا دورة في تونس 66 كرهبة يزمروا في شرب كرهبة العروس ناس قاعدين يسخنون كل عروسي عملوا دورة هكا في تونس وطول مساوي للشرقية يا سيدي العرس في بقعة تعمل وصل ليش كيس راهو يبدا كيس هما اللول يبدا كيس كيس ماشي 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 وبعد يطفي ولا بيست فياك بيست شوية حفر فل حفر شوية ماء فل ماء شوية ناموس عربي لكن اللي يخرص يدينا تحت وكب راهو ناموس تعمل شو تفيد تعمل كاكا وراهو ناموس يا لطيف اللطف هكا عملوا دور ساكي وصلنا اشترى الكراسي فارغه ما كناش مستدعين بتاعنا كل ضاعت بعد عمي غلطهم خلهم تابعوا الموسيقى تابعوا الحج وانتوش دو موسيقى ذاك راس هذي فان احنا نارتها بالمسلط المعامل بتاع الشركية كل عام بتاع روسيس المستدعين بتاعنا يمشيوا الاخرين الاخرين يسوا عندنا ودخلت بعض الساعة زكية ما لقيتهاش يلا العظيم لقيت دخلت قلت لهم وين العروسة يا ولد قالوا الناس عليها العروسة هي بالعروسة احنا يا ولد يا ولد ولا الناس عليها اللي هي بالعروسة يا ولد كيف لازم انا باش لاقيني يا ولد وين العروسة مشيت المعمل الاخر القادة جات تعارك هي وعروسة اخرى قلت له عايش خويا بربي سامحني عايش خويا تنجم تعطيني عروستي خليني ما يصيرش خليها لي على الجمعة يا عم قلت له سايب المرحلة يا سيد سايب المرحلة قال لي لا خذ هذيك قلت له هذه طويلة ياسر شنو نعمل بها سيبوا قلت له باش نقسم على تابوريه انا سيبوا مراتي سيبوا مراتي سيبوا مراتي سيب شنو اخر انت زاد حلاتك القعده امس جاي قال هاك القوم تاع السلوم باقي مازال يجيب في السلو نعمل هاك وقفه تاع السلوم يجي سيب 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 انت تراكاتا وتعدى اللي بعده مزروب هذا هذا مزروب هاك سي 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 اد تروا كاتس سي سي تري تري ديس او يا ديس دي خذوا بالبرك لا كان كان نزلت عندي خدمه عايز خويا سي سي هزيت له وحده برا برا تبعي برا تبعي ما جيش عرفت بلا سلو
وغني بلاش ميكرو واحنا عاد تبارك الله علينا في الحس بابا باش نموت باش نفناو على الحس في بلادنا نموت ونفناو على الحس حتى الوقعه نتاعنا ماضي يا ابو قلب من يهبط الصغيره مشكل قوره قوره غادي كي يهبط ولاي ذاك من يهبط وعلى من اللي يهبط البيبي تسمع واي واي يا وخيالي واي واي يا وخيالي واي واي يا وخيالي واي واي يا وخيالي برق ما حيلو واي واي يا وخيالي واي واي يا وخيالي با باش نموت على الحس باب 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 كل شيء بالحس عندنا باب 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 كل شيء معناتها يجي واحد مشينا ولايد صغير شوف انت في تونس واحد مشينا ولايد صغير مش يقول له وانت شكون انت عايش برا القايلة عايش مش بيها راه القايلة تضرك هذه مضرة راه برا عايش وانت تسكن انت هوني عايش معايش عايش بس لا احنا يلقاو ولايد صغير هكا في الشارع برا روح هنا ويعطيك كلبه من كلب لا طلع عليك شو لعبه اعطيني حاسه الخف يضل مخه غير راجل هاي بترشق له راسه قبل وقت كان المعلم كان المعلم يدخل للقسم ويقول سكات واحنا نزيدوا بالدوه نزيدوا بالحس نزيدوا بالدوه كل شيء عندنا انت شوف الخدمه تاعنا مثلا في تونس كلها سياح وعياط كلها تمشي المشي مثلا هالبرديان 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 الاخر ما غادي ها تفاح 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 زيني عايشك بالتفاح عيبك بكل شيء لك رزاق 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 شدوا رزاق هاي رزاق رزاق هاي دبر على دخول هاي رزاق رزاق لا لا عنب بول عنب بول عنب بول عنب بول عنب يروح الهالة الخدمة دي عنب كل حس وعيات ولا خد القاب بلوبي 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 ولا خمر ربع فيك ربع فيك ربع فيك الهالة وعيات اطلع عليه تقول لي عايش خويا يا خويا عايش رانا مقيلين يا عايش نقص شيء من الحس انا مع روحي عايش قليل عايش خلينا تقول لي تعمل تهز محبس باه اه تقول ارتحت منه انت تعمل الدور بلامبي هاو جرب انت مثلا الناس في تونس يشوف واحد ساكت يدوروا بيه اش بيك ساكت يا ولي انا مانا لا ساكت هكا طبيعتي لا لا صفطاش هي طبيعتي لا يا اخويا انا ساكت هكا دافي ديما لا لا برا شوف طبيب قال لي دافي شو الناس كلها كذا وانت ساكت لا والله طبيعتنا هكا عائلتنا كلها هكا من عائلتكم برا شوف الطب يا ولدي شو انت صار يورث الحكايه بر لا ماكش لاباس لا والله لاباس لا لا ماكش لاباس يا ولدي لاباس علي لا لا ماكش لاباس انا دي لاباس ماكش لاباس انا لاباس والله لاباس طبعا لاباس ها توا لاباس مادام تعيط لاباس طبعا الحس والعياط الحس والعياط الحس ساعة دوم دخلت انا والمرأة انا دخلت انا والعروسة يا وخياني وتمكن بينا المصور هاي جاي المصور قال ياسر هاي 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 تنجم تاخذ بحذاها قلت له انا مش تاخذ بحذاك انت تاخذ بحذاها هاي خلي ياخذ 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 نصوركم هاي ياخذ 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 عايشكم هاي ياخذ هاي ياخذ هاي ياخذ عايشكم هاي انا واقف هكا بحضر العروسة قال لي انا احكي لها انا احكي لها قلت له انا ما نحبش نضحك لها دبر فيا ما نحبش نضحك هاي قال لي احكي لها عايش تاخذ تصويرها قلت يضحك بها طول عمرك هاي قال حط يدك على ذا عنك شوي قلت له انا حط يدي بيوم امه قالت نحي يدك على الروبه هاي حط يدي فوق عقل خلت قالت نحي يدك على الماشطه ثلاث ديالها ما انا مش حط يدي انا تو يا رسول الله مش حط يدي انا تو هكا يا رسول الله هكا وقال لي اقف اقف انا حكتها شوع يدي من شوع 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 كلهم في الفجعة المصور قال لي هذيك اللي بحذاك ما تتصورش نعم قال لي هذيك اللي بحذاك علاه ما تتصورش قلت هذيك امي قال لي امك ما تتصورش علاه فما قانون يقول ما تصور قال لي لا خاطر امي عاملك يد على خد ما تصور
طواريش ما طواريش أبايك ما يحبنيش نطلع انت ما طواريش ما طواريش ما نحبس نتعدى في الحد الرياضي ما طواريش ما طواريش ما طواريش في عرسي مانيش خايف على يما مش خايف على بين استنى في نتابي حاشم منهم شكون يعرف احنا قاعدين هكا هما دخلوا عاد جاوا نتابي عاد كلهم مع بعضهم وجاوا دخلوا عاد وليا واحد عامله هكا والاخر عامله هكا والاخر لابسه عاريه هكا واحد لابسه عاريه هكا واحد لابسه حويجه بيدها كل هما داخلين هكا وليا انا عمري ما ريت عرس هكا اللي يقول لك شو اكلت لحيه هذي شو هالبضايح شو اكلت فاتومة فاتومة واه قلت لك فاتومة حبيب حديقة شوف شنو اللي تحت فيقي واه شو اللي تحاثر بزيد علاش حفظت شو اللي علاش حافظت شو فاتومة انت وين حبيب حديقة هاي قلت لهم شي عاد الناس يخزرونا هاي بس شو ثقت وعلي ايش شو الحالة وعلي ايش هو هذا وخليني هاي هايشي وعلي وعلي وجاو مغاديك طول وجاو قعدوا هكا وتنصبوا واحدة تخزرونا هكا واحدة تخزرونا هكا واحدة عاملين هكا بعد وقت تنصبت انا وزكية على المدار وترشقت عينين الحضارة فينا وبداونا عاد وبداو عاد وتطيبوا يا وليدي وتطيبوا قال لك قال لك شيء ما جبلها بالحق ايوه قال لك بو طنط هو عليا اسمع هذيك ام العروسة هي هذيك هو عليا شبي هكيك لابسة ليه هذيك امه هو هو صار هكا شبي اسمع هذيك الروب اللي لبستها نتاعها ليه هذيك مكرية ليه شفت عند فتحة على فتحية في العرس ليخو عكامة ليلى لباس يعيش شنو حوالك ليلى لباس غيرتك لباس يعيش الحمد لله يعيش حتى ديك طلقة ترى كل يمين ويسار لعب لا كان ملخص مع شيء والاخرى ما غاديك شيء ما غاديك يا مبروكة يا مبروكة وين البقليوة قلت لها ماك خديت عدلت ولادك واه انا خديت يكب سعد البقليوة تنبزون على برج بقليوة اعطيني السفسرية مروحة اعطيني قلت لها مازال الوقت يا ليل مازال مازال ما مروحة اقعد يا راضي عايش كريم مروحة اعطيني السفسرية قلت لك تنبزون على خاطر برج بقليوة احنا في دارنا تقعد حتى الليل تتلوح والله قلت البقليوة احنا كان مش صغار جايبين احنا نجي ولا نطبوها هاي امشي قدامي هز كسونك انت بقلة امشي يا ليل هاي هو امشي يا ليل ودفعة أخرى مازالت جديدة مازالت كي دخلت مازالوا دخلوا جد وعليا التكتيك قال ما ندخلش بيهم أنا ما لا تسمع التكتيك تدوم عور وحق هذيك أم المطهرة قلت لها الأخرى ليه هذيك أم العروس سروا عرس واه من احنا غالطين احنا غالطين احنا تابعين معمل الصابون هيا 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 فك عليا هيا نخرج وهيا يروى عرسي يروى عرسي يوقع التاريخ باب 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 عمي عمي معاك شفون الو الو هذا فا الو ابعثوا لي المستدعين بتاعي وراء المستدعين بتاعي تخلص من المستدعين تاخد ما يجيش منه وش عندكم الطورة الساعة لقصوا شيء من البوق لقصوا صديمار من البوق وش عندكم اطهور 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 سي الطهر مش يطهر سي الطهر مش يطهر ولده ستار مش يطار صادي فاولد بلدو ولد بلد ستار مش طار ولد ولده ولد بلد ستار مش توا طار ولد ستار غاسة منو اللي كلفه المطهر الطهار بيدو يلخذ شوي وش العم وش عم برا بعض امك انت ذهب علي منين وش عم لا العم اي عم اي عم لا ما جيز عاد خلطوا لي الفنانين بتاعي بفنانين بتاعك اي عم بوشناق انا اي فتحي بوشناق يا النار فني هذاك مش فتحي هذاك يا رحمه ديك عبد السلام بوشناق يا الناس من صالحة صالحة مادد واختياش الله يرحمه بالعقل مادد مش هم ما خبروش في الراديون شو اللعبة ضي ها لما تاكل قلت له الزكية يجوني الزكية يجوني علاش ما نهربوش قلت له عاجبك الجو هذا قلت له الزكية علاش ما نهربوش قلت له كيفاش نهرب نهار تعرف قلت له نمشيو نحي الغبره نحي البروق نحي الشيء هذا كله نمشيو على رواحنا قلت له ساعه من زمان نعطيوها للناس والعمر كله لينا قلت له فك عليا ما حسيش قلت له ساعه ايش نقول لك قلت له ساعه هذاك اللي عم روحه كما جاتي هذاك مش كما جاتي بالحق راه هذاك صانع النزار هذاك اللي عطاه بيت النوم تاعنا الحليب قلت له فما واحد يعزف كمان زي هكا يا رسول الله الضربه تاع منصار هذه ها هكا كلام هذا
فمك عمل زادي كيكا قالت لي واش عندك فيه عندك فيه واش عمل هكا احنا هكاك وطخت في واحده الميكرو مازالت دخلت واحده خطفت الميكرو تربع يا اللي تصلي على رسول الله اليوم خميس وغدوه خميس يحضر محمد ويغيب ابليس تربع يا اللي تصلي على رسول الله اليوم خميس وغدوه خميس قلت لها ساخذ وجمعه هذا باش يجي خميس وبيجرته خميس ولا المستحيلات يزينا متخربين يا عايش قالت لي بون شي يوم هنا تربع يا اللي تصلي على رسول الله اليوم خميس وغدوه جمعه يحضر محمد ويغيب وتكونسيت ويعزقها المغني مغادي مازال كيدخل عمل لك خطف الميكرو قال يضربوني شويه راه ما عادش عليه وقتي خطف الميكرو تعثر في الخيط ست مرات تاع وبدا عالسلامة جيدي لا لا العروسة عالسلامة جيدي وقفين على المجاري كلب من كلب يعزف فيها غلط يعزف فيها على وزن حماة الحماء ولت عزة مجيتي للا العروسة يا عمار بيتي للا العروسة عزة مجيتي للا العروسة يا عمار يذكر وقت شو مهاك ذاك ذاك شو شو مهاك ذاك ذاك عزة مجيتي يا اخي ودي شو شو مهاك يا اخي تو قلت معليش قلت شوف ما عاد جاي يا اخي ودي يا اخي عزة مجيتي للا العروسة عزة مجيتي يا عمارة بيتي للا العروس عزة مشيتي للا العروس يا عمارة بيتي للا العروس عزة مشيتي عمي عمي مش حافظها يتمتم معاه قال يا اخي صديفوها بدلوها شو كل مرة صديفوها يبدلوا حاجة ما يقولوناش اشكون اللي يقص الضوء؟ عم يقول كيفاش؟ كيفاش الضوء يتقسم وقال تخدم صادي بو معمل كامل وقص هذه ما تكون كانوا نكسلو نقصوا عليه شويه ماك الميكروات نقصوا شويه من السلو اما تاك خطفت الذكيه قلت لي جوني اجي الذكيه اجي عندي ما نقول لك اجي قلت له الذكيه هذه فرصه باش نهربوا علاش ما نهربوش يا الذكيه؟ قالت لي كيفاش نهربوا يا مكي كيفاش نهربوا؟ قالت لي مش كنت تقول يا ذكيه ان شاء الله ان شاء الله تحمل وتجيب بنيه برشا بالهناء بالذكاء بالفرحة بالسعد اللي ماشي القدام وعملك رجع الضو قبط علي عمي وقال لي اسمع رد بالك صدي فوت خليها تركب عليك شو الكلام قلت له عمي هاي عبست على غربتها من الاول المرارة ما تتكلش بالفرقيطة والسكينة باليدين غفص ارفس اعفص غبص صفص المساوي راهم يحبوا التمرميد والراجل التنظيف شو هالكلام كنت اهم شو هالكلام يا عمي كنت احسم يا عمي شنو التخلف اشو التخلف هاي قال لك تخلف وعمل لك حفلة لوز كنت شنو هذا يا عمي قال كول بهن الركايب ابن كلب كول كول واحدة تبص على زكية واحدة تبص على زكية وقالت لها اسمع عفس على سيقوة الرجال والزمان عايزي لما قوم كاكا قوم كاكا وعركة شدت بعضها مغاد ما فماش عرس ما فيهش عركة جماعة كانوا سهرين جاو كهبين بنات عمي قاعدين تركوا عليهم خويا ابو جمعة نغرق ذري قال لي هذا مديان قلت له يا شي ما فيهم قال لي واش روحوا في حالك ما يا برا سيدي روح في حالك ارحم باباك روح راح سيدي قال لي شنو روح برا روح في حالك ارحم باباك واش بيك عمل لك اخويا ابو جمعه هو تفن والاخر يحط عليه بمحبس ارجع اخويا ابو جمعه يتكلم بالمصري سلام عليكم يا خواتي ايوه يا خواتي يا خواتي ويا ما غادي ها وليداتي ها وليداتي عرس عرس ولدي ما تبرزوه علاش ها وليداتي عايشكم وبوي ما غاديك بوي عمل لك نعلة الله على الزوز ما تعسموش فوز يا في عمي عارف بالك هلال عاد صادي فوق قمر ميح عمل لك اخويا ابو جمعه كلم اخويا حمه اخويا حمه تغشش مشى يلبس لبس البوليس وجا جا اخويا حمه مغادي عيط فيها والامن جا طيب فوز هاي جا اخويا حمه يتنيه
عجل امنك وبي عمرك صدرك باي غفر خويا حمد اعطيني الرخصه تاع العرس نعم اعطوني الرخصه تاع العرس اه يا رب عرس خوك هاي من فضلك انت يسقط عليك اعطوني الرخصه تاع العرس لما تلعب مع الحاكم يا ولدي اعطي اه راني بايك كرتك من فضلك انت تسقط عليك اه ولدي راني بايك ربي تقطع عليك انت راني بايك ابن الكلب عمي ما غادي قال هاي كيفاش تو واش واش صار تو هاي فوق علينا وش هذاك الاوركستر مشى للفرقه قال لهم شنو انتوا واش قاعدين تساكتوا انتوا هيا شويه تو خليه يدح في الجو قام رئيس الفرقه لا يضرب شويه هاي يضرب شويه هاي الولد حاضرين حاضرين يا الولاد يلا يلا حاضرين عايشكم انا هاي في سفيد حاضرين واحد اثنين رايت الرياح وقد لبست رأيت الرياح وقد لبست ثوب جديد ودمان ونور ثوب جديد ودمان ونور عم قلت ماشي يا عبد المحزن فدي فالتكتور هنا شو اللعبة بقى يا عبد المحزن حفالي سخونة بس 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 وعمل لك كذا وكذا المغني الميكرو والجو تبدل عاد وبدا الغناء يولي اخضر وبدا الليل طويل وبدا ليلة شباب هذه الليلة ليلة شباب هذه الليلة ليلة شباب والجو حافل كيف شبنا ايات هذه الليلة عمي مشي نحل حلها شوية وخلاص قال حتى ناس تعطي فوق مش نغني وخذ الميكرو يا طيحين انت انا نهالي يا ام الشعور صدفة 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 يا ملكك المداري تيح بيهم كل خذي وتكدست على بعضها كما جيت تغفت تكسرت على راسه الدربوك قلت له ريت ربي كيفاش ريت ها ريت كيفاش عاد عمي ما في بالوش اللي الجماعة طاحوا مازال الحزام على وسطه مازال الحزام على وسطه هو هاي يرحم منظر وخفف هاي الناس كلها تروح لديارها هاي وخياني يزو يا جعفر يا جعفر عايش الشبور بتاعه يا جعفر هاي صادي فوق وصل المسوين لديارها هاي خلي الناس كلها تروح وكا جعفر يلقط فيها على بعضها يعبي فيها جعفر على بعضها هاي خرج لهم الكاميون خلي يروحوا بالكاميون خرج لهم لواي ميه وكا جعفر يعبي فيها هيا يطلع عايش كي يطلع هيطلع هيك عايش كيف شيء ما تدزنيش وا يمشي قتل ما تدزنيش مفادك ما يمشي شيء عايش ما تدزنيش وا جعفر دي ما يخبر هكذا ما يمشي عايش ما يمشي عايش ما ما تدزنيش وا شتك تدزنينا شنية تقعير يا عايش شو الرايق البيرد يا دينا البوفيسة ما يمشي قتل ما تدزنيش محسوب انت ما تحبش تدزنينا يمشي قتل يمشي قتل وزاني الضحك عقب الثارية زاني الضحك نضحك نضحك وظهري وجعني والناس يدعي لي بالهناء وانا نادم على رأيي العادم يا ريتني ما جيت يا ريتني ما فرحت نزرب من البيت كيف دخلت سكرنا الباب وقتها تنفست وقتها تهنيت غزرت الزكية زرت الزكية خزرت لي قربت لها قربت لي قلت لها الزكية قلت لها الزكية قلت لها الزكية قلت لها شكون قال لي اعطينا اعطينا كسوة العروسة راهي مكرية تخدم غدوة فهم لتك الزكية نحاتك الفوطة والبلوزة الحمب كله جروح جروح عارف كامل وزكية تخزر وساكتة عارف كامل وزكية تخزر وصابرة انا طياب الحمام نزل عليا بتلي مثلاني والروبه المجروحه جرحت زكيه هو عرس عملناه هو عرس عملناه انا طياب الحمام نزل عليا بتلي مثلاني والروبه المطروزه جرحت زكيه هو عرس عملناه هو عرس عملناه ليله كامله ليله كامله انا نداويلها بالجروح وهي تمسد فيا وجماعة برا يستناو في سوريا وجماعة برا يستناو في سوريا وجماعة برا يستناو في سوريا
ذكية اسمك بشارة من تواريخ الزمنية عوزك عصفور الكذالة كفي وعويناتك سويدينات ما دخلتش التعاضدية ذكية صبية بيضة وطرية بحبتها سبالة تمية حبكة حمامة معك ما معك ما ترعب المحكمة عمري لو وقفت قدام الحاكم لا بالحق ولا بالباطل ماشي نهارة الجلسة لا نعرف روحي لا متهوم ولا مظلوم قصر العدالة يملى ويفرغ بالخلق شويش محامين حكام ولاد عائلات زفرية عقال بندية عرب بلدية دازين على الطلاق قداش دايجة في تونس حكاية الطلاق باب 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 قداش عم طلاق في تونس اللي ما طلق حتى مرة يبدا حاشم والله يبدا حاشم بحاله واحد اخضر الصعب وقال اه اش احوال المدامة قال انا انا بيت ما زلت مع ذيك اللي نعرفها ايه قال له هي بيدة شو ما طلقتش قال لا لا ما لقيتش وقت اللي غالب قالوا على القضية رقم 7520 ايه القضية رقم 7520 ايش بيك ما عطيتش النفقة لمرتك يا ودي سيد الرئيس حضرات المستشارين سيد الرئيس كل شهر تاخذ في نتاعها عندك ما يثبت يا ولدي نعم سيد الرئيس قلت عندك ما يثبت ايه نعم سيد الرئيس نعدي بيها اثبات ايه ما هو تاخذ توصيل يا ولدي من عندك كيفاش سيد الرئيس توصيل يا اخي مرتي شنو اداره هي ولا ما فيها كذا ايه يا ولدي ما تبعث لها عن طريق عبد المنفذ ايه تو سيد الرئيس ما يخليكمش طيب يا اخي العبد المنفذ بيناتنا بلاش يا اخي مجانا العبد المنفذ ما لازم ياخو نتاعو ولا لي شهرتين في شهرية هنا يا ودي اسمعني توا المفارقة تقول عندك عام كامل ما خلصتش نعم سيد الرئيس قلتك المفارقة تقول عندك عام كامل ما خلصتش شنو هي المفارقة هي اه قال لك معناتها المفارقة معناتها تقول عندك عام كامل ما خلصتش ايه فهمنا ماشي المفارقة ايه قالك معناتها ما خلصتش ايه سيد الرئيس حاشا وكلا كل شهر نخلص ايه تنجم تحلف يا ولدي نعم سيد الرئيس تنجم تأدي القسم تحلف معنا اه حاضر سيد الرئيس يا راني مضروب بكريك انت عايش يزين على دماغي كل شهر نخلص سيد الرئيس باهي اسمعني اسمعني واخر شويتين حاضر سيد الرئيس مرتك تقول اللي يمشي كل ليلة تروح مخمور يا سيد الرئيس انا حكاية الشرابة دي استحيك ان تدخل فمي كاش اوقات المناسبات والعطل باهي الجيران شافوك ما دي كاتها متاع الصباح متشعبت يعني تتسلق في شباك دارك اش معناها سمعني يا سيد الرئيس تفضل تو مربي بيناتنا يا سيد الرئيس حضرات المستشارين جيران ما في كان ترى زير دي متاه جيران يا اخي ما عندهم ما يعملوا ما عندهم شوية ما عندهم شوية تنير ويش شوية كويس لاهم بيانا ما في كان انت اسباح اش قلت يا ولدي قلت زي الرئيس مرة على خاطر انا سلقت في الشباك تسيبني على خاطر هي سكرت علي الباب اي سكرت عليك الباب فعنفتها يا سيد الرئيس ما عنفتهاش يا ولدي قلت لك عنفتها علفت نعطي بيها سيد الرئيس لا لا قلت لك علفتها معناتها علفتها علفتها زيد شو قلت لك علفتها ضربتها معناتها ايه سيد الرئيس حاشا وكلا انا الضربه ذا ما دورش بيه يا راني مغفص تحت كاميون بالريق نعبي بالفصه كان عطيت عليها يدي تو انا هذا سيد الرئيس كي تشوفني تو السيتياسيون تاعي انت هذا يضرب انا ايه سيد الرئيس أجلت الجلسة إلى 15 جوان أليس سيد الرئيس أجلت الجلسة إلى 15 جوان أليس سيد الرئيس نص ربعين يعني كل يوم مشاريب أجلت الجلسة إلى 15 جوان فاطمة بنت عرقوب فاطمة بنت عرقوب برع روحك تياني ليش يعني ليش قاعد ديها محسود ليش باب بابا قد اشدين حكيت اني هذا طلق اني شد عام انا وزكية شدينا 7 سنين 2520 يوم وزكية تصبح على وجهي كله فما لي شدوا كاميرا واحدة وبعدك
يتفرج يتفرج هو مرته على التلفزه قاعدين رايحين بس عليهم. مرة هكا قال محلاها راكيل قالت له حتى انطاني حليل تلحق لا قال لا يا راكيل خير ماذا بيا نبوسها حطوها بوسها ما حيا قال والله تبوس حتى كنت تدي نفعه مش حيا قلت له اسمع انت انت تبوس راكيل وانا وحق ربي ما نبوس انطونيو كيفاش تبوس يا راجل مش مسلم مش مطهر راكيل ظهرت في التلفزه هو عمل لك نقز على التلفزه وباتها انطونيو جا وهي عملت لك اوب انطونيو هو هو انطونيو هاي انا يزي بيها البركه يزي انطونيو ها حنان انت يا بنتي لا يضربك الضوء انطونيو ها هو انطونيو خد يا بنتي يزي هذا المسلسل وفاء انطونيو ها كبدي يا بنت يزي يا بنتي هذيك الاخبار انطونيو ها هو انت موت يا بنتي يزي فلت علينا لحد الرياضي انطونيو ها يا بنتي هذاك مش انطونيو هذاك الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويا ملك رجلها وقفت هبطهم للبل عملت له شهاده طبيه وقدمت به قضيه معك ما محكمه القضيه رقم 16320 ايه القضيه رقم 16320 اش فيك يا بنتي اش فيك شو واخد لي شوي واخد شوي تبعت شوي غد حس بفريق مقاع يزم الكاع شنو اش قالت؟ قالت سيدي الرئيس يعني زوجها بعبارة أوضح رجلها معناتها قاعد يبوس في ركال بالحق يا ولدي سيد الرئيس حتى يرى يبوس في ركال أنطونيو كان بشوية ولدي قلت سيد الرئيس حتى يرى يبوس في أنطونيو من الحكاية دي؟ هذه المدعوة ركال ركال بنت أليخاندرو بنت رودريجو أنا كيك والمحامي متاعي دخل أنا وقف المحامي متاعي جا قال شنو هذا؟ شنو أنت؟ فدك شنو قاعد لي هوني عيدوا خمس مرات في القاعة الأخرى القاعة خمسة أنت قاعد تفدك لي هوني شنو اللعبة هذيك؟ قلت والله راني كنت فرز في غيري راني مرتاح شنو ترتاح؟ الراحة في القبر شنو ترتاح يا هوني؟ قلت لهم طريق كنزر بروحك عايز يقول خمس مرات قاعد شنو نقعد لهديك انا خايس اربع مرات ماشي شايفك سيك عايز بروحك معايا فيس عايز بروحك كيف عايز بروحك كيف عايز بروحك كيف يمشي معايا دوس هاي هاي دوس هاي 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 اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق هاي اطلع فوق 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 رئيس المحكمة امرأة قالت لي أنت هو المكي بن هلال؟ قلت له نعم يا مدام سيدتي يا هذه يا تحفونة وسوس لي الحاجب قال لي قول سيد الرئيس يا ولدي كيفاش أنا حاكم امرأة قلت له سيد الرئيس؟ شنو ضحك فيك يا سي المكي؟ قلت له شوالي أجلت الجلسة اليوم 13 فيفري من الشهر الجاري قلت له ما نحبش نطلق أنا راني ما نحبش نطلق قلت له راني فهمت أنا الذكية كيف دخلت علينا شو يسميوها هذيك الرتابة اليومية فهمت أنا الذكية باش ناخذوا مهلة نبعد عليها وتبعد عليا مالكش تقربنا الغيبية الذكية قالت لي يا مكي ابعد ظلك غطالي ظلي ما تخليني توحشك ما تخليني نشوفك ابعد يا مكي ابعد قلت له ما نجمش يا ذكيه ما نجمش الفرقه صعيبه وانا راني واحد في سبيبه اش مدخل نسيبتي وقتها قايمه تنهر
ودارت علي انتيدي قالت شوش يخرجك منه هكا اش باش يقول فمي زين حافي وعريان وذوق تعبان كان اللي يقول لك اخشن مراد ولا عمل لي عينين وجهي قابل به الناس في تونس كان يضيع فيها وكان ما يعرفش حتى يقطع الكياس انا ما نعرفش نقطع وانت قطع الكياس سيدي حمد قال انا فولي فردلو يا نوم دلا بون سوسيتي عم اطلع بعبوس كبار بعبوس كلب انا بعبوس كبار انا بعبوس كلب كلب يا عمك حمد يكذب عمك حمد الساعة يكذب عمك حمد عمره لا كان بلدي حقا عمره لا كان من العيال وحتى لو كان من العيال شو يتباع في الشبانة مش تقولي كلها على بعضها ولاد بعيرية عمره لا كان مناظر صحيح عمرك لا كنت مناظر صحيح في حياته خرج مرة واحدة في مظاهرة وسلمية المظاهرة رجعني روحوا فرحة عشان يكذب عمك حمد عمك حمد اللي عمل يروح تكرر سيد الرجال مرته تحكم فيه منكرش وشدته هو يتكلم ويتسخط ومش قال الوقت هو يتحيحذ ويتنعز عليه نتحين ملوخية هو يزوغ ويتجيب ونثنية هكا مرقة ولدانة بالجنرية عدالة زيد الرئيس عدالة زيد الرئيس حبت تقضي علي بسيبعاتها حبت تحرني سوى سيد الرئيس سوى سيد الرئيس في دار نسيبي في ظرف عام واحد زد 27 كيلو متين جرام شو يا مكي تحب تقول لنا للعلاقة بينك وبين المدعوة الذكية اتأزمت على خاطر سيادتك زد 27 كيلو و200 جرام سيد الرئيس نعم قلت لكم 200 جرام سيد الرئيس عايشك ما تنساهم ليش هذوكم راهم موجودين سيد الرئيس هذا المحامي تاعي حضرات المستشارين أمام عيوننا قضية واضحة المعالم المناوب الماثل بين أيديكم متشبث بحياته العائلية يطالب بالرجوع إلى عش الزوجية لولا أن نسيبته سيد الرئيس حب تغتاله بالماكلة يعني نسيبته حب تقتله بالماكلة وهذا هو بيت القتيل قلت له يا سيد الرئيس نزلت بيت النوم نعم قلت له بيت النوم شنو بيت النوم يا ودي هنتكلم قلت له بيت النوم شنو دخل بيت النوم يا ودي قلت له بيت النوم شنو والله عدة أسباب للطلاق قلت له بيت النوم والبني نتاع الحموم نتاع اليوم هو اللي مشى العلاقة نتاعنا حرام زقوم قلت له تو في بلاصة عند الفرجاني ها في عوض مثلا البيت تلقاها تمشط هكا تجيب الشاهية لا في بلاصة عند الفرجاني تلقاها مربع صندوق تبرد وتسخن في الصيف وريحتها تصرع بالنداء قلت له يتعشى الإنسان يتنفنف الدور المحبة في عروق بدنه يتشحط ها يقص عليك المسلسل الحموم ودغري البيت النوم نمشي البيت النوم نهزر الزكية تهزر لي نقرب لها تقرب لي نمشي لها تمجيني المسة تمسني يقوم جاري يشخر جاري هذا عمك عبد العزيز عنده شخرة يا لطيف عنده شخرة يا لطيف النطف طيب يكتب المكتوب وتباتوا بحذيه وتشوفوا عنده شخرة يا لطيف نعم لكن تقع لي الحيط هنا نرجع ويبدل النغمة نزل تقع لي هنا نمشي ويبدل النغمة ولا لي كومبريسور يا عم سيد الرئيس ما نطولش عليك ليلة كسر علي هديت التليفون وطلبته قلت عم قال هو يفيق ولا نرقد شوية انا هديت التليفون ومرته قالت الو قالت شكونك تكلم يا هاملة هاملة يا اخي علقت انا معلق وهي تمشي الرجالة بتتمكن بيه اشكون هذه اللي تقف فيك في عقبة الليالي ها يا شايب يا عايب يا مهدم الركايب اشكون هذه اللي تقف فيك وتدخل عليه باللي في يدها يسترس هو ساعة ساعة يقوم يغضبها بوحدات الملاح ويعديه صهرية كاملة يطلبوا من بعضهم في السماح لطلوع السماح نهار زكية الليلة من الليلة قالت لي يا مكي مكي قلت لي شو زكية قلت لي تسمع في الحس قلت لي اسمع قلت لي تسمع نظرة فيها قلت لي اسمع قلت لي وعدني يا مكي عمرك ما تزعل هي يدك قلت لي يا زكية وحق لي جمع أسرار الدنيا في عيونك يدي هذه قصة قبل ما توجعك أنا نقرب لها هي تقرب لي أنا نمسها هي تمسني يقوم جاري الآخر يقربع جاري وهذا جاري مغروم تحوير الديكور ما دي كان عند أصباح ياسر مغروم بداره في الليل على حساب الناس او حد بيت النوم في بيت سانة هاي بيت سارة بيت الكورة هاي بيت القعادة ما دي كان عند أصباح يعدينا نسمع فيه انا ريق داكو نسمع برو برو
طبعا قمت مزعور قلت طبعا 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 تخرج يد ومطرقه في داري. خليت عليك يا اخوي صفاء مو يا باس اخوي العزيز ها قال لي سامحني يا سي المكي يراني نعمل في تاكو. اي اخوي العزيز تعمل في تاكو في دارك ولا في داري؟ خلي نسال الشوكه حط عليه تامبلوطة ويتغطى. ما هيك حط تابلو على البليت ها حتى التابلوات تعملوا فيها من السترة ها هكا. قالوا ما انا دايس الماكية كانت تتعرضني في الدورة. تتعرضني في الدورة عندك الحق عندك الحق ما نسمحوش ما نسمحوش عمي الفرجاني في هاك البنية ما نسمحوش المهندس اللي صورها والتشرون اللي بناها والبناي اللي بناها ما نسمحهمش يا اخي مش عيب عليهم ما نجيش لبالهم كيف يفصلوا بيت نوم اللي فما امراه وراجل كيف كل الرجال وكل النساء يقضوا السر بالحلال ما نجيش لبالهم. سيد الرئيس هذا المحامي تاعي ما قلت المحامي تاعي تقعد كل مره تعاود وانت تعاود تقدم فيه العباد ما انا باس خليه يتكلم عادي حضرات المستشارين لقد وضع موكلي اصبعه على عين الداء فالبناء العصري حضرات المستشارين سبب رئيسي في الطلاق والفراق بين المحبين والعشاق. قلت له زاد فما اللهوة هو قلت له اللهوة خليني نتكلم يا عايش من فضلك قلت له فما اللهوة ترى يا ودي خليني نتكلم تشبين نتكلم سيد الرئيس ويجي في حلقك الشوك هذا شو راني انا خدم ولدهم على هالقضايا ذوما نتاع بودور وراهم خليني نتكلم يا ودي تو عامل محامي بشرف عليك ولا شو قلت له فما اللهوة نتاع شيء سيد الرئيس نجم نتكلم تفضل يا مكي قلت له وانت العباد قلت له مثلا احنا في تونس بارك الله علينا نهير بعضنا بارك الله علينا في الله هذاك عمل لي خلف جاي هذاك جاي هذاك تعدى ها انا مثلا عندي جاري نهار كامل نهي به حاطط كرسي قدام بلاصه انا نهبط واخذ لي ها شمال شنو قلت له؟ اي شنو؟ شنو؟ غدوه قلت له لا قال لي شو عملت لنا؟ شنو سمعت؟ هيا قال لي عاد يضرب روحك شنو هاي خلي عامل لنا وليد قلت شو نعمل لكم نفس نعملوا لك انت جامك بيا قلت انا متفاهم انا زكي ما تجيبوش النار دبر فيا تبرع خلي نار نار مش زكي نار نار مرتك مش ها انت اخذت قرض وانت صرفت فلوس الارض ها قلت في بالك كل شيء ها مشيتك مرته شدت زكية مرتي في الحمام قالت لها هاي قل له عاد يضرب روحه قلت له شو يضرب روحه يبقى يتكلم راجلك تقول له حد يمشي يشوف طبيب لعله ما يضمنش رجعوني ما نضمنش انا المكي بالهلال وليك ما نضمنش انا تو المكي بالهلال ما نضمنش وانا والله كان يسيبوني ما نضمنش انا ما نضمنش الحق ما ترحمت كان كيظهر له حم على زكية هي حبلت وانا فرد وليت الفيس وليت نشاكة في البلاط كان يتردو كنت ما شاكة نظم ما شاكة هنصف جماعة هنصف مرتي حبلة رو ساعة اخويا مرتي حبلة رو ولا بالعكس مرتي حبلة انا اخويا مرتي حبلة رو سمعني عايش اخويا مرتي حبلة قال لي شيمني لا قلت كبر مرتي حبلة ندخل القهوة هكا طول ندخل القهوة نحط يدي لازم تجيب لي قهوة بالحليب مرتي حبلة الحليب اما المشكله جا الوحم نتاعها عليا الوحم نتاعها جا عليا انا قد ما نحبوش لا كرهو ما خيب منظرو ما نسر ريحتو يا زكية قلت له انا ما انت انا المك ابعد عليا ما تقربيش وعليا ابعد ما انت ريحتي يا قلت له زكية شوي عرق هذاك تو شفت لكن يخرج من قدامي بعدوا عليها وليت داخل عليها مدويات وحمام عربي جلدتي تفلخت من العقاقر خرجت من الحمام مشيت طول صاحبي عزوز يا عزوز يا عزوز يا عزوز قلت له مزيك شمشم مزيك عندي ريحه قال لي ايه ما زالت ها قلت له ريحه تازه قال لي تقول عليها ريحه خوف قلت له الخوف عنده ريحه قال لي عنده ريحه كريهه زاد قلت له انا ظاهر علي اللي انا خايف من مرتي قال لي ما ظاهر عليك مرك قلنا انا عاد جبنا لها طبيب قلنا يلزم نجيبوا لها طبيب شنو نعمل جاء الطبيب طول دخل قال هذه حاله عربيه تتعدى بطول المده صافي كان دينار يا ودي اللي بعده شنو الريحه
الحق ما تهنيت كان كيف ولدت ذكية. هي ولدت ذكية وانا ترحمت ترحمت. مشيت لها عند الكلينيك نجري مشيت نجري الكلينيك قلت لها هز بوكي نوار هكا حطيت النوار هكا قلت لها الذكية نزل قالت لي ادخل قلت لها ندخل قالت لي ادخل شبيك خايف مني قلت لها شكون يعرف قلت لها نتفرج قالت لي شبيك يا ماكي مش كنت تقول يا ذكية ان شاء الله تحبل وتجيب بنية برشا بالهناء بالسعد بالذكاء انا قلت هالكلام قلت لها عاد انا قلت وليد قلت بنية هي بنية ولا وليد كل كيف كيف عندي قالت شبيها البنية مش بنية قلت لها بنية البنية بالعكس انا نحب البنية انا نموت على البنية انا حياتي بالبنية نموت عليها قالت لي با عايز تحب نسميها قلت لها مش تسميها انت قالت لي انت بوها تسميها انا بوها با نسميها حمد نسميها سهارة سكواسة شو؟ قلت لها سهارة قلت لها سي ان بو كلاسيك شو كلاسيك؟ اها عايش قلت لها سهارة سهارة بيه راك بالعكس عليها اسم امي قلت لها نسميها عزة من الوقت تصور فيها مش علاش تصور فيها؟ علاش؟ قلت نسميها عزة قلت لك وانا نسميها سهارة وانا نسميها عزة وانا نسميها سهارة وانا عزة وانا سهارة انا نسميها سهارة انا ابوها انا ناقص انا نسميها سهارة وانا كي قلت سهارة تتسمى سهارة فما اثبت لي لا 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 خد سهرة سهرة وتسمى تعزي محلاها بنتي عزة محلاها بنتي عزة ضحاك هكا فرهودة محلاها نورت علينا الدار حبتني في الصغار هكا تلقاني ضحكة من عزة هكا تنسيني في التعب وما فيه تلقاني نروح نجري من الخدمة قولي لا 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 يومني لا 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 يا ساعات لعب فوق عزة لا لا مش بيبران انت هاي عايش انت شو طلع قادي هاي طلع قادي متوت عم تتشعرك فوق هكا هكا نعلم فيها تسمعها تقول نعلم فيها باش تنطق تقول با با هادي قول با با نطقت بيها هي نطقت يا زكية غيرت قلت لها قول ماما قلت لها خلت تقول بابا بعد قول ماما قلت لها تقول ماما من الاول يا بنتي خليها تقول لك مازالت كي بدات تقول بابا قالت لي تقول ماما باهي خاطر قول قول بابا قول ماما قول اللي يظهرك هزت مهزت ولا تقول با ما ما با با ما ها با با ما دخلت معها مسكينه بنتي عز العقل كيف كبرت كي كبرت فرد تعال بابا من ماما ولا تعال كما بابا وانا ماما سيد الرئيس حضرات المستشارين قد وصلنا الى بيت القصيد قلت السيد الرئيس مو قال هذه خليه يتكلم شكون السيد الرئيس ثاني ولا هو خلي الاستاذ يرافع شكرا السيد الرئيس ما قال لي يتكلم الهم هذا شو انا اتكلم وش في حلقي وش نسكت شو اللعبه هذه مبطل انا عندي كان القضيه نتاعتي يدكم شو من ملفات بس نعبي من اللعبه هذه شكرا السيد الرئيس السيد الرئيس حضرات المستشارين ها نحن قد وصلنا الى بيت القصيد خذوا مقالة سيد الرئيس الرئيس قرر قال ايه عشر دقائق راح للمحك ايه شنو خرجت انا وياه قال شنو اللعبة ذي شنو هذي شنو اغتيال بالماكلة وحم وبيت النوم والرئيس بارد كلام هذا تقول فيها شنو اللعبة ذي قام تربع قضية صحيحة جيب لي تهم صحيحة شنو هذا الرئيس البارد قال لي يمشي معي يمشي اجلس ربو قهوة ونرجع في الساعية شنو شو هذا؟ اسمعني تحب تربح القضية متاعك يزم تهم صحيح عندك مثلا خيانة شوية عقوق إهمال للواجبات الزوجية عندك مثلا عنف قلت العنف اي عنف قلت العنف عندي عندك العنف قلت عندي وفاء جيب لي شهادة طبية وفاء قلت له حرب الخليج شو قلت له نعم حرب الخليج انت شو دخلت حرب الخليج قلت له فيه وقيبات الحرب انا الذكية تحمتنا ولينا نرقدوا بالسكود
وقوموا بالحسين. يا ودي كان يختار من سكود والحسين والمزدوج عايزك شنو الريق هذا؟ قلت في ام المعارك وقت يوصلنا لام المعارك زكية كرهتني. زكية عافتني مست الدين في مني. قالت لي ابعد عليا ابعد عليا. قلت لها ليش يا زكية؟ وحسيت بروحي كبس الحم شفايفي فارغة وفمي حم. وقت الزكية قالت الحب نطلق. قلت لها كيفاش طلق؟ قالت الحب نطلق. قلت له يا زكية؟ قالت الحب نطلق. قلت لها يا زكية كيفاش؟ القرض خلص والديون فات وعزاجات. قالت لها الحب نطلق. قلت لها الفيلا نتاعنا كملت والياسمين عنكشت وكبرت. قالت لها الحب نطلق. قلت لها زكية يا زكية اسمك بشارة من تاريخ الزمرية. قالت لي زين ما كذب نفلق الحب نطلق. قلت لها انا شد دارك وقلت لها بنتك احسن. قالت لي نحب نمشي. تحب تمشي؟ هاي بربي اخش بر غادي برا امشي تحب تمشي برا اخش برا امشي تحب تمشي برا امشي برا قدام قدامك اخش 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 برا امشي اخش من قدامي وما ترجعش بعد ايش تتمسك اخش اخش ما نحبكش تقعد اخش برا خلينا على الاقل نبدل المطعم برا برا اخش برا اذهب عليهم قدامي اخش. خسرت لي الذكية قالت لي انا اللي نستاهل انا اللي نستاهل شنو اخذني في واحد كيفك 70 واحد جاوا عليا القليل فيهم سيد سيدك وقلت لا يكب ساعة في الحبة انت ما حبيتنيش انت ما حبيت كان روحك حبيت تسلطن عليا كيف بوك ما هو متسلطن على هيك المسكينة كيف جدك كيف السجارة بتاع العرب كل تعبوا كانت تسيطوا ونعملكم ونعطيها كف وتفرشت في القاعه. انا ضربت زكية انا هديت يدي على زكية انا ضربت زكية حبيته مشيت انا قلت لها زكية حبيت يدخل بالسنيش قلت لها زكية قلت لها بالسنيش قلت كيف عدني قلت لها زكية انا زيت يدي على زكية حبيت اقول لها سامحني كلمة سامحني وحلت في حلقي غطيت بكلمة سامحني بلعتها. خرجت زكية خرجت زكية قالت لي ما عادش تشوف وجهي ما ساعدنيش تورا ونعرف روحي اني انا غلطة والغلطة نتاعي قد جبل اما كيف العرب الكل ما يسويش مستعرف لعبنا الزلمه زي في الحقيقه. قلت له ما يساعدنيش انا ما يساعدنيش مرتي هي اللي تمشي لولا ما يساعدنيش مرتي هي اللي طلقني انا هو اللي طلقها انا هو اللي طلقها وقت حسيت بها بلاش رجعه وقت عاد ما عادش لاقي بها وين. كتبت وصيه وعبيت البانو بالماء سخون وشريت موس لام ماركه تمساح ومشيت لدار دار عزوز صاحبي اغتصت في البانو قعدت نستنى في عزوز يرجع مادي 3 وربع من الخدمة هو عمل التريك في الباب وانا قصيت عروق يدي قلت توفيق بي عزوز ويجي يطلع لي ويكلم زكية جيني وتعبى البانو بالدم دم احمر في لون الدم وتعبى البانو بالدم وبديت الحس في روحي نبرد بديت الحس في روحي نبرد يا عزوز نسمع به يا عزوز نسمع به عزوز بيغني في التواليت شو هذا دي مشيش ما يفيقش بيه ونموت بالعقد هذا يا عزوز حسيت بروحي بردت يا عزوز حسيت بالموت جاية شوف الموت جايتني محلاها الموت مذكاها مصفاها الموت خير من الذكية قلت لهم الموت خير من الذكية الموت خير من الذكية حتى لو ضغط والناس بعض واحد قال يا مكي حليت عينيا نلقى روحي في الاستعجالي والفرم اللي قال صاحبه جبت 12 المرة ذي وطيحتني الجريسة قلت لهم وقيل ما هيش الجنة شنو زاد دخلوا برومسبور في الجنة زاد وقيل جنة من الحمرة قلت لهم راهو يضرب مرته ويمشي الجنة من الحمرة قلت لهم عمي قال لي طلقها صادي فوق طلقها ولا ناخذك ليلة ثلاثة وخير منها وتخدمك وتجري في حظاظك قلت له يا عمي راني مزلت الحب زكية يا برا احبه ولا صادي فوق تخذ برا عنده يا جعفر عنده قال له جعفر وين نمشي للشرقية قال له لا برا مش نعملوا لها صادي فوق ضربات جولف كيف ضيقت بيا الدنيا انصحني واحد من الاخوان قال لي يا ودي ما تضعفش عمر قلبك بالايمان المرارة وما تغلبها كان بالجامعة رد بالك وليت شادد الثارية بتاع الجامعة الكبير من الصباح لليل وانا بعد الجامعة هكا شادد الثارية وقعد وانا قاعد هكا قمرني واحد طويل هكا عنده لحية لسانه يغزل الحرير شافني انا قاعد هكا جاي وقف عند راسي وقال لي صلي على النبي قلت له صلى الله عليه وسلم
بيطلع على محمد. قلت له الف ولا يزديه. بيطلع على الهادي صلى الله عليه وسلم. بيطلع على محمد. قلت له صليت على محمد وقتاني عايز كفر. هاي فضل. هاي عايز. ابعدني عايز. ما تقربنيش. قال لي ما لك يا اخ العرب. قلت له شبيك انت تتكلم كأنك ابو لهب. قال لي ما لك يا اخي في العقيدة. شغلت مرتي رأو وصلت انا هذا الطلاق. قال ياه ابغض الحلال عند الله الطلاق. قال ربي في كتابه العزيز واضربوا واهجروهن في المضاجع. قلت اسمع كانك على الضرب ولدعم ايران اضرب تضرب ولم تتربى. كانك على الهجران في المضاجع مسألة. قال لي شوف والرجل قاعد يتزوج بأربعة تو تاخذ لها الذرة. قلت يا ابن حنظلة يا ابن مرة يا عنترة يا ولد عم بجاه ربي اختن باللي بجاه كان تعرف ربي اختن يا عيسى يا اخي املك ثيوخينا املك وتركم بيا ثيوخينا. وقال لي ايش اقول لك تركم بيا ونحك اللحية العيرية. قال لي اسمع انا تحب تحضر معنا في اجتماع. قلت له شوية صوتك تبدل انت. قال لي ما عرفتنيش انا. قلت له ما عرفتكش انا جارك انت عطاكو جاري متاع تاكو. قال لي تحمس تحضر معنا في اجتماع سري. لا 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 قلت له سري وانا. قال لي هذا راه اجتماعي عام 66 كيف؟ لا يا خويا لا بعدني عايشك خلي اجتماعات انا دوات انا جلسات بعدني عايش. نتلفت نتلفت نلقى وجهه تبدل وطلعوا فوق راسه القرون وخرجوا من فمه النياب والسنون. قلت له مالك انت غششت يا فرانكنشتاين؟ مالك انت غششت يا اخي عمل لك الجهاد في سبيل الله. عنده خنجر وسيف وسلسلة وقنبلة متاع توريد. قلت له صار انت منهم؟ وسبعة معلقة. قلت له صار انت منهم؟ بوسة. قلت له دكرت انا متعارك انا ومرتي راه وصلنا للطلاق. اما حط في بالك لي انا مع القانون اللي يحمي النساء مع القانون اللي يحمي الرجال من مسازد. يا اخي سي ابو لهب سب الطاهر الحداد وقلب. انا مشيت نسمع بوب ترشيقه. كفت قلت له شنو قلت له شنو حش هاي. قالوا لي اطلع. شنو كرفتوني معاه يا ولادي خديني انا يطلع. قال لي خديني ولادي والله خديني يطلع يا علي اضرب في الشيء يطلع مش شوية خديني انا. قلت له والله انا راني زنديق شوية ومؤمن شوية كاي وهالناس. قال لي امشي. قلت له والله راني شارب شوية ومسنون ياسر ويطلع. قال لي مسموم جبت عليه انا كيكا واحد جاني. قال لي ما ترجعش ما ترجعش ما ترجعش. شو ما ترجعش؟ قلت له مشاكلني شربت. قال لي ما ترجعش. قلت له العظيم اللي ما يفصلوني من بعضي شو ما ترجعش انا بالعربي انا. قلت له قال لي لا ما ترجعش ما ترجعش. قال لي لا عاد قلناك ما ترجعش. ودي ما ترجعش. قلت له مش وريني ما ترجعش. قلت له كيف نعصب لك عليهم؟ قال لي ما ترجعش. سمحنا راك شاركت معانا في الكاميرا الخفيه. فقت منهم فقت منهم. قلت له يا عزوز وين الكاميرا الخفيه وين الذكيه؟ قال لي ذكيه ما نشيت على روحها عادي الزلم اللاعب ما نشيت على روحها. قلت له خل تمشي ذكيه معصوب خليها تمشي. نهارك تقابلنا في الجلسه حكم علينا الحاكم بالطلاق والفراق. هي عندها البنيه وانا عندي النفقه نعطيها فيها. الحاكم مصرح لي كل مرة حد نمشي ننزل بنتي لعندي ونهير مع بعض من حقي باش نشوف بنتي. علاش ما نشوفهاش انا بنتي؟ بنتي ما كنتش نهزها بنتي من هم حتى شيء صغار في هالبلاد. الصغيرات محرومين ما عندهم شيء. الصغيرات شيء ما عندهم فكرين. فدت مسكينة فدت بنتي فدت مسكينة ما كل مناش ذكري دور 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 وديما المناش دانا يدورك حتى كذا ساعة ساعة عم ضربتك ديما فردت في جاك. طلقت بنتي من بلفدار ورمي الكاكاوية من القرودة. القرودة انت ترمي له كاكاوية على الكاكا. ما عاد يحبوا الكاكاوية القرودة انت. هديت بنتي
هديت منتي دورتها من الباب الاخر تاع البلفدير رايحه شنو كذا راهو بلفدير اخر. قالت لي هاك عامل واحد اخر قلت له هي اكبر من هذا. ما عنديش نهز لك القفص نتاع القرد هديتها هبش عايش في نرمي الكاكاويه للفيل. قلت بابا الفيل ما ياكلش الكاكاويه. صحيح هاي عايش نتيجي هبش ارمي الكاكاويه للصيد. قلت بابا الصيد ياكل اللحم. خذ لي الصيد نتاعنا ياكلوا الكاكاويه واللحم وياكلوا الفطاير ويضربوا الغرد ويضربوا زايد عنك. الصيد نتاعنا كالطير الابابيل اللي تعطيه ولا حاجه يعدوها تم. هاي قالت لي اسمع ايش عشان تيجي تجي فما جابوا مفاجاه تحبش نتصوروا مع ابنه اوى ها ولا تحبش نتصوروا معك معك الفراسه ها. قالت لي بابا ذاك مش ابنه اوى من شنو. قالت لي ذاك الزابر ها ذاك الزابر يا زابر يا خويا يا زابر بعثي زابر يا زابر. قالت لي يا بابا روح بيا يا زابر خوكم جاي يا زابر. زكية وين الزكية؟ قلت له ما نحبش زكية. قلت له قلت له يا بابا روح قلت له زكية زكية علاش خليتني يا زكية انا مش هكا زكية باش نموت يا زكية. قالت لي 15 يوم ما كليتش الماكلة صبيت قطرة ماء على لحمي. زكية قلت له قلت له يا بابا روح قلت له هي عايش بنتي هي قلت له المكي عزوك وشقت بالدموع غلبتني الدموع بكيت. عمري ما بكيت في حياتي عمري ما بكيت في حياتي نهارتها بكيت. جاوا الجيران قالوا لي يا سي المكي ادخل بكي داخل. قلت لهم لا تنبكي برا نتاش. لا يا سي المكي قالوا لي عيب ادخل بكي داخل. قلت لهم والله ما نبكي كان برا. باهي قالوا لي هاو كرسي اقعد ابكي على الكرسي. قلت لهم ما حبش نبكي على الكرسي نحب نبكي واحد يوم بعد ساعه انا مانيش نبكي. شكون قالكم لي انا نبكي هذيك الترشه طاحت في عيني. مانيش نبكي. نهارتها شفتها تضحك وزاهيه شفتها تضحك وزاهيه قدت لمستها قد شعرها خروبي وطاها محلاها الذكيه ليلتها. هذه كانت مرتي هذه كانت مرتي ضربت علي هذه كانت مرتي. قلت لهم هذه كانت مشيت رجعت مشيت رجعت ما فهمتش شنو نعمل مشيت رجعت مشيت وبعدين مشيت لها طول وشديتها من يدها. قلت لها قوم عندي ما قلت. قالت لي قول لي قوم عندي ما قلت. قالت لي ثاني بيدك وجعتي قوم عندي ما قلت. أقول قال لي عيب اللي تعمل فيه. قلت له تسكر فمك مانيش احكي معك عايشك انا نحكي معها هي عايشك سكر فمك. اي قوم. قالت لي لا قولوني لا بنتي ويني. قالت لي عند امي. لا تكذب ما هيش عند امك خليها وحدها في الفيلا وتخرج تسهر مع العزوك هذايا وتقولي عند امي. قالت قال لي عيب اللي تعمل فيه هناك راهو باش نقوم لك. قوم لي بلا تقوم لي ثاني اي قوم يا انا حبك قوم اي قوم اي 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 تو تو حبك تقوم اي قوم لي يا عزوز يا صاحبي قوم لي لحبك انا لحبك تضربني عزوز اضربني عزوز اضربني انا حبك تمرمدني عزوز هرسني عزوز بالكف يا عزوز بالبون يا عزوز بالدماغ محبك اقتلني يا عزوز لسيني فيها يا عزوز لسيني في زكية يا عزوز حب فرشي خالي وقلبي بارد يا عزوز لسيني بجاه ربي ماك صاحبي ملكي ماشي لسيني فيها يا عزوز لسيني فيها. عزوز قال لي عزوز قال لي برا يا مكي على روحك راهو انا وزكيه باش نعرسوا ها مش عرسوا ها مش عرسوا خذ يا عزوز زكيه مش عرسوا عزوز ها زكيتي مش عرس خذ خذ يا عزوز يا عزوز خذ راهي باهي يا عزوز يا عزوز والله باهي خذ انا مجربها هنا على الكل خذ يا عزوز خذ ايش يا زكية ايش ايش هوني يا زكية ما تخافش يا زكية ايش يا عزوز ايش اسمع انا اقترح عليكم انا حارسوا في الفيلا بتاعي الفيلا اللي تعديت عليها على نهري قداش غشني التسرون وكذب علي البناي والنجار عرسوا اما اسمع راهو توما باش تعرسوا بيها وانا والله اللي منحرقها ما عرقهاكم خليهاكم رماد وعرقتها جعلت فيها النار وحرقتها حرقتها لهم خليتها لهم رماد حرقتها طبيت فيها لصاصر اللي فيها حرموقين شعلتها لهم انا شعلتها النار تشعل في كل بلاصه شعلتها لهم انا لعبت على النار لعبت الفيلا الفيلا هي ثمرة عمري هي المنامة اللي ما تمتش هي شعلتها لهم انا اللي شعلتها لهم النار تشعل في كل بقعه شعلتها لهم انا لعبت الفيلا لعبتها لهم الفيلا انا حرقتها لهم حرقتها لهم حرقتها لهم ما كنتش نعرف ما كنتش نعرف كذبت عليا قالت لي بضرب ماتها
نسمع بيها بابا بابا تعيط وسط الهليبة في وسط الدخان. نجري وهزيت بنتي قلت لها هزه 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 اتكلم هزه خاطي بابا قلت لها هزلت هزلت حيه هزتي كلمت علي وجهها محروق عزه وشعرها تكبر بنتي ويتوالى شعرها يتوالى شعرها تبرز روحها ما تقولش بابا حرق الدار وانا فيها عزه باش تقول انا صبيت على روحي مسؤول حتى عزه باش تكذب راهو حتى عزه باش تكذب حتى عزه باش تقول ما هو باش درق وتخبي وتغم وتمن حتى هي مش تعلم الكذب حتى هي مش تعلم الكذب عزه حتى هي مش تعلم الكذب حاطينه مسقطنا مخبتنا ماركلي مبلدني بير غارق نفس بنادم كل ما تحفر تطلع النتونة اطلاق علمني بارش حاجات على روحي انا السبب في كل هالتعب انا السبب في كل هالتعب انا ما حبيتش نولي هكا انا مش انا تحت القشرة العيرية بتاع الحضارة العصرية أنا قديمة وجاهلية ريحتها ناتلة زفرة كيفك العتروس الزيت أكل مكتف ومضام هالعتروس اللي في وسط بدني لازم نخرجه ولا نذبحه ونمشي لحمه ورزية قررت بعد الطلاق نولي أنا لا أنا اللي نحب لا أنا اللي نموت عليه لا أنا اللي نتمناه لا أنا اللي نحلم بيه أنا ذكية لازلت متمكنة بيه ذكية لازلت متمكنة بيه خيالي يجري ورايا خيالي يجري كل سنية خيالي يجري كل سنية ذكية ذكية وتوا سامحوني سامحوني برجولية عندي موعد مع واحد اخر اسمه فتحية هنا بعد اللجنة الثقافية القومية انا بعد البيتزيرية فتحية يا فتحية اسمك بشارة من دوائر خزمية عاوزك عصفور اركز على كيف ايوه وينادك زويتي نهاد ما دخل